دكتور محمد احمد حسنين بروفيسور اوف ميديكال ايدكيشن اند بايوكيمستري ادفايزر اوف فايس بريزيدنت اند دايركتور اوف اسسمنت يونت كوليدج اوف فارماسي كينج عبد العزيز يونيفرسيتي. دكتور محمد هيز فيمر فيلوشيب هيلث بروفيشنال ايدكيشن جوينت ماستر اوف اتش بي اي سويس كانال يونيفرسيتي اند ماستر يونيفرسيتي سيرتيفايد ترينر. الحقيقه يعني لو قعدت اتكلم كتير عن الدكتور محمد هيبقى هناخد وقت طويل. ان شاء الله هنبتدي السيريز بتاعه الاسسمنت اللي اختار الموضوع نفسه هو الدكتور محمد. اول ما طلبت منه انه نعمل حاجه عن الاسسمنت يا ريت ان شاء الله سيريز اوف ويبينار اون لاين ستودنت يونيفرسيتي. هيبقى ان شاء الله النهارده 8 وبعدين يوم 16 ويوم 22. واحنا ان شاء الله عايزين نستفاد على قد ما نقدر من الدكتور محمد. مش هيبقى فيه مقاطعات خالص وهيبقى الاسئله في الاخر ان شاء الله. اتفضل الدكتور. تسلمي الف الف شكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الف شكر دكتور عفاف على الدعوه وعلى المقدمه الجميله، وسعيد ان انا اكون مع حضراتكم النهارده الاسبوع ده والاسابيع القادمه كمان باذن الله لنتكلم في الاونلاين اسسمنت. يعني هو اكيد يعني انا هكون اكثر الناس استفاده باذن الله بوجودي مع حضراتكم والاستفاده من الخبرات اللي هتكون موجوده في الاسسمنت وخاصه الاونلاين اسسمنت اللي هيكون على ثلاث مرات باذن الله. النهارده هتكون البدايه هنتكلم فيها عن الاستراتيجيز اوف اونلاين اسسمنت. المره الجايه باذن الله هنتكلم عن البرفورمانس اسسمنت والروبريك ديزاين، وخلينا نقول هيبقى الاونلاين روبريك ديزاين. والمره الاخيره هتكون الختام باذن الله هنتكلم فيها عن الفيدباك والريفلكتيف براكتس كجزء مهم وجزء لا يتجزا من الاونلاين اسسمنت. انا عامل حضرتك دكتوره عفاف كهوست، بحيث بقى لو اي حد هيدخل تبقى حضرتك استاذنك، بس يبقى حضرتك انت تعملي له تدخليه باذن الله عشان ابقى انا ايه مش هروح بقى ناحيه البارتيسيبنت. يبقى النهارده البدايه بتاعتنا باذن الله مع الاستراتيجيز اوف اونلاين اسسمنت. يمكن انا هحاول باذن الله ان يكون الويبينار اقرب الى ورشه العمل والهاند اون بمشاركات حضراتكم فيها، بحيث ان احنا نكون يعني قريبين من الفيس تو فيس زي ما بيقولوا، بحيث نتشارك كلنا الخبرات مع بعض. عشان كده اول حاجه هنبدا باكتيفيتي زي اي ورشه عمل، فانا هستاذن حضراتكم هتروحوا على menti.com سواء على الموبايل او على الكمبيوتر menti.com، وهنكتب الكود ده اللي هو 4731508 4 7. احنا نروح له ازاي يا فندم؟ يعني نعمل حضرتك على البراوزر حضرتك دكتوره هتكتبي menti.com، يعني اعمل مينيمايز واروح ممكن مينيمايز وتروحي ليها دكتوره عفاف، او لو معاكي كمبيوتر او تعمليه على الموبايل وتخليك على الكمبيوتر، يعني لو قدامك اكتر من حاجه سواء كده او كده. فهنروح على menti.com، وممكن بالموبايل نعمل سكاننج للباركود اللي موجود تحت ده، برضه هيودينا للموقع اللي احنا عايزينه. طيب لسه ما عشان انا مع حضراتكم في اول قال الاكتيفيتي هتتكرر اكتر من مره، فانا معاكم فيها في المره الاولانيه لحد ما تظبط معانا. يبقى لما هنروح لمنتي دوت كوم نكتب على في البراوزر بتاعنا منتي دوت كوم. هيطلب مننا ان احنا ندخل كود، ماشي كده؟ الكود كام يا فندم من فضلك؟ 4731508، وممكن نكتبه كمان في الشات لو حضراتكم تحبوا. أربعة
سبعة ثلاثة واحد خمسة زيرو ثمانية. جالنا اللي هي جه لحضراتكم كده بوكس تحط فيه كود، أربعة تحطوا الكود أربعة أربعة، خمسة لا أربعة سبعة ثلاثة واحد خمسة زيرو ثمانية. أربعة أربعة سبعة سبعة ثلاثة واحد خمسة زيرو ثمانية حضرتك. زيرو تمانية. بالظبط كده يا دكتور. أربعة سبعة ثلاثة واحد خمسة زيرو تمانية. نعمل مظبوط. سبميت. نعمل سبميت، هتظهر لنا اسئله. اول سؤال زي اي ورشه عمل بنقول الاكسبكتيشن او توقعات حضراتكم للنهارده ايه، متوقعين ان احنا نغطي ايه، نبدا نكتب بقى توقعاتكم لليوم او للورشه دي. احنا العدد حاليا ما شاء الله 25، فاحنا نتمنى ان ال 25 كلهم يعني يشاركوا معنا باذن الله ان شاء الله. أكنك if you listed for one year أكنك معايا. انا لسه ما شفتش حد كتب لسه، يعني مش اي انا مشتركه. بكتب اهو. طب اوكي سوري سوري. يبقى طب خلاص الحمد لله ماشي. يعني احنا بنكتب ورا بعض اوكي ونعمل سبميت مره واحده مش كده؟ ماشي. اما هي التوقعات الاولانيه كلها وبعدين نعملي سبميت حضرتك. اي ممكن يا ريت لو حضراتكم نعمل ميوت. بقول لك انا عايز اعمله من اوكي. اول حد من حضراتكم، what is the meaning of online assessment, what is the difference between online and standard assessment. جميل. I expect to know more about the topic of webinar ان شاء الله باذن الله. ايه كمان كده اتنين حضراتكم. know the educational concept of online assessment باذن الله. purpose of assessment احنا هنبقى مني في الاونلاين. to know how to assess online the student either under or post. okay security of assessment audit of this assessment type of questions for. جميل جدا ما شاء الله. different strategies of online assessment باذن الله. تمام كده سته حضراتكم من سته اوت اوف 27 معانا النهارده. لسه محتاجين كمان برضو مشاركة أكتر أو على الأقل عشان نبقى فاميليار مع المنتي. وهو طبعا جزء من الاستراتيجي بتاعتي إن إحنا نستخدم المنتي، إن هو نقول إن أنا ممكن في الأونلاين تيتشنج أستخدم حاجات انتر أكتف سواء في محاضرة سواء في ويبينار. فيعني زي ما بيقولوا كده لنا هيدن أجندة في استخدامه، إن هو استخدامه سهل ما فيهوش أي مشكلة فيه إن إحنا نقدر حضراتكم كلكم تستخدموه. مين تاني هيكتب لنا في التوقعات بتاعة حضراتكم؟ وطبعا لو حابين وإحنا بنكتب التوقعات تعرفونا بالاسم بحيث إن إحنا ونحاول بقدر المستطاع نعمل زي ما بيقولوا ايه الكوميونتي اوف براكتس تو ديزاين جود كويشنز تو بي ا جود اسيسور ان شاء الله باذن الله. ده هنجو ثرو ات وهنتفق احنا هدفنا ايه النهارده. ايه تاني؟ ايديال اسيسمنت ميثود اكوايرنج. ماشي طبعا مع التركيز، نرجع دايما هنقول دايما احنا تركيزنا كله في الاونلاين اسيسمنت. تمام. ايه تاني؟ هناخد كمان واحد او اتنين عشان عندنا لسه في اسئله تانية في الاولاني ده. طيب ماشي. خلينا نروح للسؤال الثاني. what are the advantages of online assessment over the face to face. انتوا في سؤال في واحده من الاكسبكتيشن الفرق ما بين الاونلاين والستاندرد. احنا بقى بنسال حضراتكم ايه هي الادفانتجز بتاعت الاونلاين assessment عن الفيس تو فيس. فده برضو السؤال الثاني الموجه لحضراتكم. بنفس الفكره برضو هنكتب تعليقاتنا ونسمعها مع بعض باذن الله. ايه هي مميزات الاونلاين اسسمنت اوفر الفيس تو فيس؟ برضو في انتظار اجابات من حضراتكم لسه ما جالناش حاجه. feeling free of stress during answering the question. اوكي جميل. ايه تاني؟
عايزين اجابات تانية. لو حضراتكم حد مش فاميليار او مش ما بيكتبش ممكن نفتح المايك بس نجاوب ونحطه تاني على طول ونقفله. سيف فور بوث ستودنت اند بروفيسور سبيشالي ان ايبيديميك. طبعا ده مهم جدا وده فعلا فرق معانا الفتره اللي فاتت واحنا في موضوع الكورونا. ايه تاني؟ كويكر تو مارك اند ايشو ريزلت. ده طبعا يتوقف على حسب احنا ايه النوع اللي هنستخدمه. لو استخدمناه كام سي كيو هيكون فعلا كويكر. بليز يا جماعه لو سمحتوا بس نعمل ميوت. ايه تاني؟ احنا ممكن ناخد عدد اكبر من ال يعني الكاباسيتي تبقى اكتر والديسكشن يبقى اكتر عن ما يكون الفيس تو فيس. يعني استيعاب مثلا زي احنا عند زوم دلوقتي احنا مثلا بناخد عدد كبير غير لو كان مثلا في محاضره كان هيبقى ريستريكتد شويه حكايه النمبر. صح دكتوره ده كلام منطقي جميل. اللاوز ميديا ان كوتشن وذاوت اكسترا كوست. طبعا موضوع الميديا ده بليز يا جماعه لو سمحتوا بس لو نعمل ميوت لان انا مش شايف حتى مين قدامي. انا بحاول اعمل ميوت للقول بس ما بيتمش. بليز يا جماعه عشان بس نقدر نبقى مع بعض. طيب ايه تاني؟ flexibility to take exam anywhere. طبعا جميل. student not need to come to faculty. اوكي. decrease the chance for crib. مقصوده ايه chance for crib؟ معلش انا مش يعني ايه المقصود بيها؟ يا ريت تتوضح لنا اكتر دكتوره يعني ايه decrease the chance of crib. طيب على ما تقول لنا دكتوره خلينا نروح للسؤال الثالث والاخير عندنا النهارده اللي هو في تشالنج للاونلاين اسيسمنت. ايه هي التشالنجز بتاعه الاونلاين اسيسمنت؟ النت الضعيف. النت الضعيف. كلام جميل جدا صح. لو في مشاكل في النت او ان مش كل الطلبه عندهم الايكوال مع بعض. ممكن يكون واحد عنده واحد ما عندوش يبقى فيه هيكون انفير بالنسبه للطلبه. صح يا دكتوره. ايه كمان سواء بالكتابه او الشيتنج. طبعا جميل موضوع الشيتنج مشكله كبيره جدا الشيتنج وبنفكر عشان كده الاونلاين بروكتورنج او نفكر في وسائل اخرى. بالظبط دكتوره في برامج للموضوع ده بس يعني ده هنناقش الكلام ده وهنشوف ايه امكانياتها. تمام. ايه تاني؟ ايه تاني في التشالنج اللي ممكن تقابلنا؟ lack of capacity building. lack of capacity building. انا كعضو هيئه تدريس مش فاميليار مع كل انواع الاونلاين وحتى الستودنت نفس الوضع محتاجين تريننج على الاونلاين اسيسمنت وخاصه بقى ويمكن ده السكوب بتاعنا النهارده ان انا مش هتكلم النهارده على ام سي كيو ولا هتكلم على ريتن اكزام. ده انا هتكلم على انواع اخرى تتناسب تخليني اوفركم التشالنج دي. هاي كوست تكنيكال ايشن وتقول سكيلز كان بي اسيسد. هاي كوست صح وهاي كوست دايما بتبقى يعني زي بيقولوا في المرحله الاولى وانا بحط الانفراستراكشر. وانس ان انا عندي الانفراستراكشر ممكن الاونلاين يبقى افضل. تكنيكال ايشو صح زي ممكن عرضه جدا تكنيكال ايشو بتحصل. نوت اول سكيلز كان بي اسيسد طبعا هايل جدا وخاصه السايكوموتور. وي دونت نو وات ذا ستودنت تو دو ات ذس تايم. طبعا موضوع ان انا مش عارف هو اساسا كمان اللي قاعد او اللي قاعد قدامي هو الطالب ولا حد تاني. وشفنا السنه اللي فاتت كم من التجارب مش عايز اقول المآسي في هذا الموضوع في موضوع الستودنت وان امكانيه حتى الاونلاين بروكتورنج اللي هو المراقبه دي ما بتبقاش بالسهوله بمكان ان هي تتعامل. تمام. طيب حد حابب يضيف حاجه ثانيه؟ يعني هي دي فعلا معظم التشالنج بتاعه الايه الاونلاين اسيسمنت. طيب عشان كده احنا الاوبجكتيف بتاعتنا النهارده هنتكلم عن الايدوكيشنال كونسبت ريليتد تو اونلاين اسيسمنت. هنتكلم على البرنسبل اوف افكتيف اونلاين اسيسمنت دي الاوتكمز بتاعتنا. Identify different strategies for online assessment. وهنتكلم على نوعين أساسيين. Discussion board كتول of online assessment. والstudent portfolio. والصراحة أنا كمان مجهز كمان يعني إن شاء الله يكون عندنا وقت نتكلم كمان عن الopen book exam كthree tools of
اونلاين اسسمنت. يعني شوفوا حضراتكم انا ما جيتش سرت ناحيه الام سي كيو ولا حتى الاي سي، كنا في الاوبن بوك يعني ممكن هنكون شبه الاي سي شويه. فبالتالي احنا النهارده السكوب بتاعنا مختلف، واحنا بنتكلم على الاستراتيجيز اوف اونلاين اسسمنت بنتكلم في سكوب تاني، رحنا في منطقه تانية خالص غير اللي احنا فاميليار او اللي احنا متعودين معاه، وهو ده التارجت بتاعنا ان احنا نبدا ندخل نغير شويه الكالتشر عشان لما نيجي نقول الغش نقول لا احنا عملنا حاجات لتوفركم الشيتنج وموضوع البلجريس. طيب فالمقدمه بتاعتنا حضرتك قلت لنا عايزين ديفاين ديفينيشن للاونلاين اسسمنت، هو اني مينز اوف ايفالويتنج الستودنت اتشيفمنت اور بروفايدنج فيدباك ان فولي اونلاين كورس. احنا ما عندناش فولي اونلاين كورس بالمناسبه، عشان برضو نقول احنا الانفايرمنت بتاعتنا احنا تقريبا كلنا بلندد اللي هو جزء اونلاين وجزء فيس تو فيس. فبالتالي خلينا نتفق على قاعده لو حضراتكم اتفقتوا معايا يعني هنقدر بعد كده تو جو ثرو السيشن يعني واحنا حاطين رولز او استراتيجي هنتكلم فيه. لو انا عندي كورس جزء منه بديله اونلاين يبقى انا عامل حسابي ان الجزء الاونلاين ده هو اللي همتحنه اونلاين، بس لو في كان في جزء بجيب الطلاب فيه عندي زي الكلينيكال او البراكتيكال يبقى انا كده بالبدايه دول همتحنهم فيس تو فيس. عشان كده يعني الصراحه احنا عندنا هنا مثلا في جامعه الملك عبد العزيز كان في قرار كده استراتيجي من بدايه السنه، جزء من الدراسه اونلاين وجزء فيس تو فيس، جزء من الامتحانات اونلاين وجزء فيس تو فيس، الكل البراكتيكال والكلينيكال بيحضروه في المستشفى او في الكليه ويمتحنوه في المستشفى او الكليه. الريتن اكزام سواء كانت ميد تيرم او فاينل دول كلهم في الكليه. ده من البدايه كده يعني ايه كان اتفاق، اعتقد ان هو زي بيقولوا كان قرار جريء، وانا يعني يعني حاسس ان هو ده كان بناء على اللي حصل السنه اللي فاتت سواء من مواضيع الغش زياده الدرجات اللي الطلبه خدوها ومع اخذ بقى الاجراءات الاحترازيه. فبالتالي انا مش هتكلم النهارده على كلينيكال ولا براكتيكال اكزام نمتحنها اونلاين، ولا هتكلم على ام سي كيو امتحنه اونلاين عشان برضو نكون متفقين من البدايه. انا بتكلم في استراتيجيز وطرق جديده ممكن حضراتكم تستخدموها، بس احنا عايزين نخليها استراكشرد عشان دايما في كلمه بتتقال وهنعلق عليها ان مشكله الاونلاين اسسمنت ان احنا وي كود كومبرومايز الكواليتي. لا احنا هنستخدم تولز جديده ما استخدمناهاش، بس الطريقه ما تبقاش كومبرومايز للكواليتي بتاعت الاجزام. عشان كده بنقول ذيس اسسمنت كان بي كومبليتلي اونلاين ساتش اونلاين اكزام اور جاست ريكواير اونلاين سبمشن زي الاسي على سبيل المثال. البنفيت بتاعتها انا ممكن ادي فيدباك بفرايتي اوف ميثود، ممكن ادي ريتن، ممكن ادي فيربال، ممكن ادي اوديو، ممكن ادي ايميل، وات ايفر. والفيدباك ممكن يكون انستنت في ساعتها هدي الفيدباك. الاكسسبيلتي زي ما حضراتكم قلتم والفلكسبيلتي دي حاجات من البنفيت بتاعته. بس انا كعضو هيئه التدريس عندي كونسيرن زي ما حضراتكم دلوقتي قلت لي بعض الكونسيرن او التشالنج. انا كونسيرن بالاكاديميك انتجريتي، موضوع الغش والبلاجراز، كونسيرن ان هيكون في هاي ورك لود، وبرضه هقول هاي ورك لود لو انا رحت ناحيه الريسيرش بيبر، رحت ناحيه الدسكشن بورد، رحت ناحيه البورتفوليو، الحاجات اللي هي فعلا مع الاعداد الكبيره من الطلبه هتبقى محتاجه شغل اكتر. ستودنت ايزوليشن برضه تكنيكال ايشن زي حضراتكم بقول. طب الستودنت برضه هم لهم كونسيرن زي ما انتم قلتوا برضه الايكويتي والفيرنس، مش كلهم عندهم النت بنفس المستوى. التكنيكال ايشن ديفرنج تكنيكال ابيلتي، مش كلهم شاطرين في موضوع التكنولوجي، مش كلهم زي بعض. ليس اوبورتيونيتي تو كلاريفاي اساينمنت جايد لاينز، ودي بتاعتنا احنا. يعني انا المفروض لو انا هدي اساينمنت يبقى المطلوب من حضرتك ان انت نوضح للطلبه بالظبط ايه اللي مطلوب منهم، يبقى جايد لاين واضح انكلودنج كل حاجه. الانكلودنج ايه اللي مطلوب منه؟ هيقدمه امتى؟ هينقص ازاي؟ في بلاجريزم، الاكاديميك اونستي، كل ده لازم يكون الطالب والطالبه عارفه كويس. طيب يتهيألي حضراتكم تتفقوا معايا ان الاسسمنت درايف ليرنينج، وده طبعا المقوله الشهيره لميلر كلنا متفقين عليه، بس خلونا نتفق ان مش اي اسسمنت، بنقول الجود اسسمنت فقط هو اللي درايف الجود ليرنينج. فبالتالي انا برضو عايز وانا بتكلم على الاونلاين اسسمنت بتكلم على جود او هاي كواليتي اونلاين اسسمنت. اسيب حضراتكم تبصوا على السلايد دي لمده نص دقيقه واسمع تعليقات منكم عنها. طيب
I taught his boat to whistle. I can't hear him whistling. I said I taught him. I didn't say he learned it. ايه رأي حضراتكم في الثلاثة سكتش دول الصغيرين؟ إذا بنقول الميتافور ده ناخد منه إيه؟ يعني إيه اللي هنطلع منه لما نشوف دول؟ ده بيعني بالنسبة لنا إيه؟ ممكن يعني حضراتكم حد تفتحوا المايك وبعدين تقولوا لنا رأيكم في إيه؟ المجال معكم، أسمع تعليقات من حضراتكم. يعني انا قلت يعني التيتشر مثلا او اي حد بيقول انا قلت له يصفر، لكن هو في الاصل معلموش ازاي يصفر او ازاي او سمعه يصفر، بيتهيألي يعني ولا ايه؟ لا يعني ما عرفش هو عملها صح ولا لا مثلا. حلو، بالظبط، يعني هو علمها له، احنا بندرس. اختلاف، اتفضلي دكتوره. اختلاف وجهات النظر ما بين الستودنت للستودنت، اختلاف وجهات النظر كل واحد رايه بطريقه مختلفه او في سبب خلاه مثلا ما يعملش مختلف عن الثاني. يعني طيب مع بعض. طب ممكن نتكلم؟ اكيد طبعا، ما هو ده الخمس دقايق دول ديسكشن انتوا تتكلموا فيه. طيب هو حضرتك ان في فرق بين التيتشنج والليرنينج. التيتشنج انا درست، لكن الليرنينج بقى الطالب اتعلم ايه، هو دي المشكله. جميل، هايل. ايوه، انا دي فعلا ما كنت عايز اسمع دي بقى. يعني في تيتشنج وليرنينج، وان انا بعلم بس هو اتعلم ولا لا، يبقى جميل، يبقى هو ده الفرق، ده المشكله. تمام، جميل، شكرا دكتوره. ودكتوره نايره بتقول تيتشنج ديفر فروم ليرنينج، شكرا دكتوره نايره، نفس هذا الكلام. ويتهيألي عندنا دكتوره، في حد عايز يقول تاني يضيف حاجه كمان على هذا الكلام؟ طيب يبقى ده كده نقدر نقول 50% من التو سكتش دول ان التيتشنج والليرنينج دول تو كونسبت. طبعا انا عارف ان حضراتكم ادرى مني بهذا الكلام، وان احنا بنعلم بس مش عارفين اذا كان الليرنينج تام ولا لا. طب فاضل لنا ايه بقى عشان تكلوز اللوب بتاع القصه دي؟ فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا حاجه كمان تقولوها لنا عشان بقى ننتقل للنقطه التي تليها. ايه اللي ناقصنا بقى كده؟ انتوا قلتوا لنا التيتشنج والليرنينج، فاضل لنا ايه هنا؟ فاضل لنا حاجه كمان، فاضل ايه؟ حد يتفضل برضه يقول لنا تيتشنج وليرنينج ايه اللي فاضل؟ ممتاز. وقبل الفيدباك ايه حضرتك؟ التوبيك بتاعنا النهارده. ايوه، الاسسمنت. الاسسمنت. صباح الخير. والله انا قلت للدكتوره يعني عفاف نبدا ماشي 8 9 زي ما انتوا عايزين، فاحنا النهارده اسسمنت حضراتكم، فلازم اكيد الاسسمنت هيجي لنا، هنجيب سيرته بخير يعني. يبقى انا عندي تيتشنج وليرنينج، وعشان كلوز اللوب ده اقول اذا كان تم الليرنينج ولا لا، يبقى لي الاسسمنت ثم الفيدباك عشان اطمن فعلا ان هو فعلا بيعرف يصفر ولا ما عرفش يصفر. الطلبه اللي عمالين درستهم طول السنه دول اتعلموا ولا ما اتعلموش، اكواير ذا نولج والسكيلز ولا لا، هنا يجي دور الاسسمنت في الموضوع بتاعنا. يبقى ده التيتشنج والليرنينج والاسسمنت كلهم، والكلام اللي احنا بقى بنقوله ان هم لازم يكون في كونستراكتيف الاينمنت ما بينهم. بس هنزود هنا كمان بقى الليرنينج اوت كامز، بحط المخرجات بتاعتي الليرنينج اوت كامز، ابدا ادرس، اعمل التيتشنج والليرنينج اكتيفيتي، وعشان اتاكد اذا كان ده تم ولا لا يجي هنا الدور بتاع الاسسمنت، ودي اللي هي البيجز تراينجل للكونستراكتيف الاينمنت. طبعا كلنا ما بننساهاش، كلنا زي ما بيقولوا حافظينها في الميديكال اديوكيشن، ان انا بربط الاوتكمز مع التيتشنج والليرنينج، بطلبه مع الاسسمنت اللي هو الالاينمنت، اللي هم الجماعه يعني بتوع بقى اساتذتنا في اللغه العربيه يقولوا لنا ايه، اتساق المخرجات مع طرق التعليم والتعلم وطرق التقييم، لازم كله يبقى متسق مع بعضه عشان في الاخر اقدر اقيس فعلا واشوف هل تمت عمليه التعلم ولا لا. ودي نخرج منها للليرنينج سايكل اللي بتبدا بايدنتيفاي الاوت كامز، بطلع المخرجات الاوت كامز بتاعه الكورس او البرنامج بتاعي، سواء بي ال اوز او سي ال اوز او اس ال او، بروجرام ليرنينج اوت كامز، كورس ليرنينج اوت كامز، والستودنت ليرنينج اوت كامز اللي هي على مستوى المحاضره. وخطط للليرنينج اللي هو عمليه الانستراكشن او التيتشنج، يتم التعلم ويجي زي ما حضراتكم قلت لنا دلوقتي الفيدباك والاسسمنت عشان ياكد لي اذا كان تم التعلم ولا لا. وهي زي ما بيقولوا هي سايكل، يعني انا لما بوصل لهنا برجع تاني اعيد القاره زي ما بيقولوا عشان اطمن فعلا اذا كان التعلم تم ولا لا، وابدا اعمل موديفيكيشن واكشن بلان اوف امبروفمنت وهكذا. طيب، والموديل ده الشهير بتاع الاوتكم بيزد اديوكيشن
ان انا برضو ببدا فيه بالاوتكمز، بس وادي الليرنر اهو بدخله يعني زي ما ممكن بدخله في الصندوق الاسود ده عشان اطلع بالمخرجات. هنا بقى في الكونتنت، في التيتشنج استراتيجيز، الاسسمنت، وطبعا في ايديوكيشنال انفايرمنت اللي هي بالنسبه لنا النهارده حضراتكم هي الاونلاين انفايرمنت، عشان كله في النهايه ده الليرنر يدخل عندي فاقد حاجات او عنده جاب في النولج والسكيلز بتاعته يطلع محقق الليرنينج اوتكمز اللي احنا عايزينها من البرامج بتاعتنا. وده اللي هو اللي بيسموه الباكورد ديزاين. باكورد ديزاين يعني باكورد ايه؟ ببدا بالاوتكمز وبعدين احدد الكونتنت، تيتشنج ليرنينج اسسمنت والاسسمنت والايفالويشن بعد كده كمان عشان اعمل اكشن بلان اوف امبروفمنت. دايما نقول ان احنا بلان باكورد وديليفر فورورد، يعني انا ببدا بالاوتكمز كتخطيط، انما لما باجي اعمل الدليفري انا ببدا بقى بالتيتشنج والليرنينج وبعدين الاسسمنت عشان تتحقق الاوتكمز بتاعتي. يبقى دي كانت مقدمه. سواء ان انا كنت بعمل اسسمنت فيس تو فيس او اسسمنت اونلاين مش هتفرق معايا، لازم اكون دي الفرشه اللي احنا بنبدا بيها السيشن بتاعتنا النهارده واللي ببدا بيها عمليه الاسسمنت، لازم تكون دي موجوده عندي وده اللي انا بفكر فيه. سواء كنا بنتكلم عن الالاينمنت بتاع التيتشنج والليرنينج والاسسمنت، بتكلم عن اهميه الاوتكمز، الاوتكمز بيد ايدكيشن، طبعا لما نخش بعد كده في الكومبتنسز والاتريبيوت، يعني ده البدايه بتاعتنا. طيب حضراتكم برضه كنتوا بتقولوا لنا في من ضمن التوقعات بتاعتكم موضوع البرنسيبال اوف اونلاين اسسمنت او الايدكيشنال اللي وراه. طيب يمكن في البدايه انا قلت لحضراتكم كتير بيبقى كونسرند يقولوا ايه، احنا لما بنعمل اونلاين اسسمنت المشكله عندنا بتبقى الكواليتي بتاعت الاكزام كومبرومايزد، لان انا مش متاكد اذا كان الطالب ده هو اللي امتحن ولا لا، مش متاكد من موضوع الغش اللي تم، زي ما حضراتكم قلت لنا موضوع البيلدينج كاباسيتي مش متاكدين ان كلنا عندنا الكاباسيتي تو في موضوع الاونلاين وديفلوبنج الايتيمز وكل التولز بتاعت الاونلاين اسسمنت. وانا متفق معاكم في هذا الموضوع. خلونا نتفق برضو ان انا وانا بتكلم على الاونلاين اسسمنت هو زيه الفيس تو فيس، عندي كرايتيريا للهاي كواليتي اسسمنت لا اتنازل عنها، بتجمعها اللي هي الوتيليتي فانكشن اللي هي اليو بتساوي الار في الفي في الاي في الاي في السي، الار ريلايبيليتي، الفي فاليديتي، الاي ادوكيشنال امباكت، الاي اكسبتابيليتي، والسي الكوست بتاعتها، وبنزود لها كمان اللي هو الويت بتاع الاسسمنت. هي في الواقع المعادله دي حضراتكم اتز نوت ماثيماتيكال ايكويشن، مش معادله حسابيه هقول الار بنص والفي بتلت والى اخره واديني رقم في الاخر واقول يبقى اليوتيليتي كام، لا هي مش ماثيماتيكال، بس هي فيها نقطه مهمه ان لو اي واحده من دول بقى كومبرومايزد او زيرو هتبقى اليو زيرو، يعني لو الامتحان مش فاليد يبقى كل اللي باقي حتى لو كان كويس مش هيبقى ماشي معايا. يبقى بالتالي انا وانا بتكلم على الاونلاين اسسمنت انا عايز احافظ على اليوتيليتي فانكشن، عايز احافظ على ده كله زي ما احنا بنحاول نحافظ عليهم في الريتن اكزام والفيس تو فيس، برضه في الاونلاين لازم احافظ عليه. واللي هم سريعا كده الفاليديتي طبعا حضراتكم ادرى مني اللي هي الاسسمنت ده ميجر وات از انتندد تو ميجر، ومش هخش في التفاصيل بقى بانواعها، الكونكورنت فاليديتي والبريدكتيف فاليديتي فاليديتي والكونستراكت كل بانواعها بتفاصيلها كلها والفيس فاليديتي، بس اللي هو ايه ان هذه الاداه اللي بستخدمها صادقه. الترمومتر بستخدمه، يا ريت يا جماعه بس نعمل ميوت، الترمومتر بستخدمه لقياس الحراره ولما يقيسها لي صح اقول ان هو اتز ا فاليد تول، لما يقيس الحراره غلط يبقى مش فاليد تول او ما ينفعش ان انا اقيس بيه البلاد بريشر. اخت الفاليديتي الريلابيليتي اللي هي الثبات، ثبات الاختبار او الريبروديسيبيليتي اوف ذا اكزام، سواء بقى ان كان بعيده مره ثانيه مع لنفس الطلاب يديني نفس الدرجه او انا بصححه وحضرتك بتصحيه يديني نفس الدرجه. وطبعا دي لها معادلات من ضمنها الكي ار 20 والكي ار 21 لحساب الريلابيليتي. اكسبتابيليتي ان الامتحان ده يكون فير واكسبتابل للستودنت ولكل الستيك هولدرز، وهنا تخش حته التكنولوجي والمشاكل بتاعتها في هذه القصه وتدريب الطلاب وتدريب اعضاء هيئه التدريس. educational impact احنا قلنا في البدايه ان الاسسمنت درايف ليرنينج، فبالتالي انا بعمل الامتحان او الاسسمنت بتاعي على outcomes مهمه، ما اروحش على حته تريفيال كده واجيب اللي حته كده بسيطه او بعيده قوي في الاوتكمز بسيطه واخلي نص الامتحان عليه، عشان كده هنا يبقى انا لازم مرتبط بعمل بلو برنت او مخطط الاختبار. الفيزيبيليتي بتاعت الاختبار
ان انا عندي ان عندي مثلا محتاج حاجه، مثلا محتاجه عدد كبير من اعضاء التدريس للتصحيح او المراقبه، او محتاجه مكان في المستشفى، فلازم يكون الموضوع ده فيزابل، سمعت يسموها الفيزيبيليتي او البراكتيليتي بتاعه الاكزام، ان انا يكون الموضوع براكتيكال ان انا انفذه. انا عايز اعمل اوسكي ومحتاج عندي عدد طلاب كبير، والكلام ده محتاج مثلا كلينيكال سكيل سنتر وانا ما عنديش، او محتاج اعمل اختبار اسي او اختبار اوبن بوك والمفروض عندي 1000 طالب والامكانيات ما تسمحش ان انا هنصححهم في يومين مثلا على سبيل المثال. كوست افكتيفنس، وهنا حته الكوست افكتيفنس مش فلوس بس، الكوست افكتيفنس فلوس ووقت وجهد، ان الامتحان اللي انا بعمله ده يكون فعلا الافكت بتاعه يوازي الكوست اللي هيتبذل فيه. فدول ده جزء، دي البرنسبل الاساسيه للامتحانات الاسسمنت. ده برضو سواء بنتكلم في اونلاين اسسمنت او بنتكلم في فيس تو فيس اسسمنت. طيب نيجي بقى نبدا بقى نكون سبيسيفيك قوي على الاونلاين اسسمنت، عشان ابعد عن المشاكل او التشالنج او الحاجات اللي هي بقى بتؤثر على الكواليتي اوف اسسمنت. الاونلاين اسسمنت بنقول البرنسبل الاساسيه بتاعته ان الاونلاين اسسمنت ماست بي اوثنتيك. اوثنتيك يعني حقيقي او يعني واقعي، او ان هو بيعرض الطالب لمواقف في الامتحان شبه اللي هيشوفها لما يتخرج. طيب شبه لما يشوفها متكرر، عندي جزئين، جزء كلينيكال او براكتيكال، وده احنا قلنا ان انا امتحنه اونلاين اسسمنت لسه احنا مش جاهزين للجزئيه دي، سواء في الفاسيلتي اللي عندنا، السيميوليشن الفيرجوال سيميوليشن كان مش اي سيميوليشن يعني، فانا هستبعد جزئيه الايه البراكتيكال والكلينيكال من الاونلاين اسسمنت مرحليا لحد ما اكون عندي الانفراستراكشر الجاهزه دي. انما هتكلم فيه في جزئيه النوليدج، فبالتالي انا هنا في الاوثنتيك ده محتاج اعلى شويه، اعلى ان انا اديله كيسز يبقى فيها حاجه فيها كريتيكال ثينكينج، يبقى حاجه فيها اناليسز بروبلم سولفينج، تكون فيها حاجه يعني جزء ميموري بس مش كتير، جزء ريكول بس مش كتير، حاجه ممكن كوميونيكيشن ممكن تمشي، ممكن استخدم الحاجات بقى اللي ايه اللي فيها زي الزوم كده النهارده في الحاجات الفيربال كوميونيكيشن تمشي، ممكن حاجه فيها كرياتيفيتي ان هو يعمل ريسيرش يعمل بروبوزال يمشي الحال في هذا. وبالتالي احنا شويه بشويه بنقول ان الام اس كيو بتاعنا العادي مش هيبقى ماشي معانا قوي، الشورت اس اللي هي الريكول مش هتمشي معانا عشان احقق الاوثنتيك اسسمنت اللي هو عباره عن فورم اوف اسسمنت ان هوتش ستودنت اسك تو بيرفورم ريال وورلد تاسك ذات ديمونستريت مينينج فول ابلكيشن اوف اسينشال نوليدج اند سكيلز. يبقى انا متوقع كده لما بتكلم في الاوثنتيك ده انا احط له كيس سيناريو وهبدا اساله يعمل ديفرنشال دايجنوزز، يعمل مانجمنت، يعمل تريتمنت، يقول لي ايه يفرق لي حاجات كلها من بتاعه اللي هي الكلينيكال ريزونينج ده. واحنا طبعا دلوقتي كلنا بندرس في موديول، يعني لا يمنع ان احنا في البيزك ساينس في سنه اولى وثانيه وثالثه ندي حاجات فيها الكلام ده، لان خلاص هو الطلاب عندنا اوريدي بيتعرضوا للكلينيكال من سنه ثانيه وثالثه او ساعات من اولى كمان. يبقى انا كده احطه في بروبلم ويبدا يفكر يحلها. طب ليه احنا بنستخدمه؟ لان هو في اللي عايزينه اوثنتيك ليه؟ لان هو هيقول لي الاتشيفمنت بتاعه اخباره ايه. هنا كمان ان انا عندي هبعد عن الحاجات اللي هي بعيده عن نقول ايه بقى الريال وورلد بتاعه. انا كده في الاوثنتيك بقى في الريال وورلد، حاله زي اللي هيشوفها لما يتخرج باذن الله. طيب ازاي اعمل هذا الكلام؟ انا هعمله بالنسبه لنا في كليه الطب زي ما اتفقنا، من خلال حاله، حاجه تكون يعني هيشوف هيقراها، هيقرا السيناريو بتاعها ويبدا يحلها، ريال وورلد بروبلم. طيب لازم هيكون فيها هاير اوردر ثينكينج، بنتكلم على الاناليسز، بنتكلم على الكريتيكال ثينكينج، ان هو يحل البروبلم سولفينج. نيجي النقطه 4 ان هو ابلاي النوليدج، مش مجرد ان هي مساله ريكول فقط، وده في السيناريو هيبقى موجود. رقم 5 والاخيره وقد تكون هي من اهمهم، ان التصحيح بتاعي ما ينفعش في الاوثنتيك اسسمنت وزود روبريك، والروبريك ده احنا هنديله يمكن نص السيشن الاسبوع الجاي باذن الله. عشان هي مشكلتي ايه في الاوثنتيك اللي احنا عايزين نطبقه ده؟ ان هو هيكون السبجكتيفيتي فيه عاليه،
فانا عايز حاجه تقلل، مش هقول تلغي لي السبجكتيفيتي، حاجه تخليه على الاقل يعني مش هيوصل لان هو يكون كومبليت اوبجكتيف، بس على الاقل تقلل لي السبجكتيف. وقد يكون الروبريك احد الحاجات اللي بتساعدني على تقليل السبجكتيفيتي. طيب فالخلاصه في الاوثنتيك اسسمنت هو ريال وورلد تاسك، في مالتيبل اسسمنت لان انا على فكره هلاقي فيه الريكول، هلاقي فيه الاناليسيس، هلاقي ممكن الاقي فيه معظم البلومز موجوده فيه، فبالتالي اكتر من حاجه للاسسمنت. يعني هاجي اقول له مثلا قول لي لما اديله الكيس اقول له ايه هو الاناتوميكال بارت اللي افكتد هنا، النيرف او الارتري، الارتري اللي افكتد، وخليه يشرح لي الاناتومي بتاعه. يبقى ده الى حد ما جزء ريكول مع طبعا فهم هو انهي بارت اللي افكتد. بعد كده هقول له اديني الديفرنشال دايجنوزز للحاله دي، عليت اهو، اديني المانجمنت، اديني الفارماكولوجي، الفارماكولوجيكال سايد افكت مثلا بتاعت الدراج اللي هنستخدمه. فبالتالي في مالتيبل اسسمنت. ستودنت سيلكتد تاسك زي ما هنتكلم في البورتفوليو بعد شويه، بوزيتيف انتر اكشن لان الموضوع ده ممكن اديله حاجه على مدار الترم يشتغل فيها، هاير اوردر ثينكينج زي ما قلنا، كونستراكتنج نوليدج، ممكن يكون كولابوريتيف، ممكن يكون انديفيدوال، انكارج ليرنينج وخاصه في الحاجات الكولابوريتيف، اللو مالتيبل سوليوشن لان انا في البروبلم سولفنج مش شرط ان هو انا ساعات ببقى هدفي ان انا اشوف هو البروبلم سولفنج سكيلز بتاعته اخبارها ايه، يبقى هو ده الاساس اللي عندي. ممكن يكون فورماتيف او يكون سامتيف، ممكن يكون طبعا زي ما اتفقنا امفسايز البروبلم سولفنج سبيسيفيك بيربز اند اودينس انتجريشن اوف نوليدج اند سكيلز، زي لما احنا بنعمله في الموديول، بيبقى عندي الموديول ممكن السؤال يغطي لي الفارماكولوجي والبايوكيمستري والبطن والاطفال الى اخره. يا ريت يا جماعه لو نقدر الله يخليكم. طيب الاوثنتيك اسسمنت ليه 3 بيلرز. البيلر الاولانيه هي الليرنينج اوتكمز. حضرتك هتقولي طب ما هو طبيعي احنا الليرنينج اوتكمز دي اي امتحان لازم بنبنيه على الليرنينج اوتكمز. هقول لكم بس هتختلف شويه. وجود الروبريك زي ما قلنا من شويه والفيدباك. ما ينفعش اعمل اوثنتيك اسسمنت وزاوت الثلاثه دول، ليرنينج اوتكمز هنختلف فيها شويه عن اللي متعودين عليها، وجود روبريك للتصحيح او التقييم، والفيدباك. طيب احنا متعودين دايما في الليرنينج اوتكمز سواء حتى لو احنا عندنا دومينز بنشتغل عليها من الجهات الاعتماد، بس احنا كلنا عارفين البلومز والموديفايد بلومز اللي هي النولج والكومبريهنشن والابلكيشن والاناليسيز والسنسز والايفالويشن، والموديفايد بلومز الايفالويشن نزلت تحت وشلنا السنسز وحطينا الكرييشن في الاعلى الهرم، فكلنا متفقين على كده. انما لما هتكلم على الاونلاين انا بتكلم في قصه ثانيه بقى، في بلومز مختلفه شويه فيها البروموت والدسكاس والكرييت، لان انا بتكلم في اونلاين. في البروموت ده هيبقى فيها شيرنج الكونتنت، هي انكلودنج البيرسونال بروجرام اتشيفمنت، دسكاس كريتيكال ايفالويت الكونتنت ادينج كومنت بارتيسيبيتنج ديبيتنج ان جروب دسكشن. في الكرييت كرييت نيو ايديا سوشيال موفمنت كولابوريشن اور كونتنت، ان هو كرييت نيو كونتنت. فبالتالي انا رحت برضو في اتجاه تاني وانا بتكلم في الاونلاين اسسمنت، البلومز بتاعي بقى مختلف. ده مش كده وبس، ده انا كل فيرب من البلومز هيقابله حاجه تانية بقى في التكنولوجي. في الريمبرنج اللي هو اول ليفل هلاقي عندي البوك ماركينج والكوبينج والهايلايت والشيرنج. في الاندرستاندنج بقى في عندي الجورنالينج والتويتنج والتاجنج والسبسكرايبنج. ابلاينج بقى في كالكوليتنج تشارتنج اديتنج ابلودنج. Analyzing بقى في عندي المايند ماب او الكونسبت ماب والسيرفينج واللينكينج والفاليديتنج. علينا شويه في الايفالويشن ممكن اخليه يعمل جريدنج او بير اسسمنت او تيستنج لحاجه او بوستنج لحاجه هو اللي عاملها، مودريتنج ديسكشن او مودريتنج سيمينار. اعلى حاجه بقى بلوجينج، هو كرييت بلوج ويحط فيها الكونتنت او ان هو تو كرييت او ديفلوب فيلم او مالتي ميديا او يعمل بودكاستنج او يعمل دايركتنج. فبالتالي انا هنا في الاونلاين بقى عندي تاكسونومي مختلف، لان انا بستخدم ميديا وبستخدم ديجيتال ميديا، وبرضه بادي من اللور اوردر ثينكينج لحد الهاير اوردر ثينكينج. فبالتالي انا بتعامل مع بلومز تاكسونومي مختلف في الاونلاين. فبالتالي كده حضراتكم زي ما انتم شايفين في حاجات مش هتنفع معاها الستاندر او التراديشنال اسسمنت بتاعنا، يبقى لازم استخدم له. هاجي هنا في المايند ماب هقول له ارسم مايند ماب، هاجي هنا في الفيلم هقول له اعمل لي فيديو او اعمل لي باوربوينت برزنتيشن او اعمل بلوج. هاجي في الكالكوليتنج هديله حسبه في الفارماكولوجي ويحسب لي الدوز بتاع الدراج مثلا على سبيل المثال، او يعمل تشارت.
وهكذا. فبالتالي هاجي في الدسكشن بورد في الحته اللي فيها الدسكشن والديبيت والكلام ده كله، يبقى اروح عند الدسكشن بورد. فبالتالي هنا انا الوضع بقى مختلف بالنسبه لي، فانا متوقع ان الاسسمنت تول بتاعتي هتبقى مختلفه باستخدام تكنولوجي مختلفه زي ما حضراتكم شايفين. عند كل ليفل من البلومز هلاقي التولز اللي ممكن استخدمها، سواء في اليوتيوب على سبيل المثال في جزء بتاع الريكول اللي هو مصدر المعلومات، هطلع فوق شويه هلاقي الدسكشن والتيد، اطلع فوق في الويكي المايند ماب اللي هي المايند اوب، ده من البرامج اللطيفه جدا اللي بتعمل مايند ماب، او جوجل دوكمنت تشاركوا مع بعض لو حاجه فيها كولابوريشن، اطلع في الايفالويشن في الكرييشن. اذا فانا عندي تولز كمان مختلفة هقدر استخدمها في عملية الايه الاونلاين اسسمنت تول، تكنولوجي تول مختلفة. يبقى ده هنا كده الدنيا بالنسبة لي هتكون في اختلاف الى حد ما في الايه في الـ معلش دكتور عفوا فعلا سكر بيقطع لان انا يعني بشتغل على الموبايل داتا، فكان في مكالمة وخلاص وبالتالي رجع الصوت تاني كويس. طيب يبقى هنا كده ده بالنسبه للتولز او التكنولوجي اللي احنا بنستخدمه حسب الموديفايد بلومز تاكسونومي بتاعنا. تمام. برضو في الاونلاين اسسمنت انا ممكن استخدم فورمتيف وممكن استخدم سامتيف، وطبعا يمكن ده المثل الشهير للفرق ما بين الفورمتيف والسامتيف، بنقول ان في الفورمتيف when the cook test the soup is formative، احنا لسه بنطبخ ممكن ازود شويه ملح شويه بهارات، فده فورمتيف والهدف من الفورمتيف هو to improve او ان انا ادي فيدباك للستودنت، وده ممكن في الاونلاين اعمله بالشات بان هم يعملوا برزنتيشن بالدسكشن بورد الى اخره. يبقى وده مهم جدا بالنسبه لي حتى في الاونلاين، لان احنا طبعا بنفتقد في الاونلاين اسسمنت الفيس تو فيس كوميونيكيشن والكونتاكت اللي هو بيسهل كتير من الامور، فانا لازم برضو اتغلب على هذا في الـ في الاونلاين بحاجات تساعدني للتغلب للبعد الفيزيكال ديستنس ده ان انا اتغلب عليه ازاي. نيجي في السامتيف اللي هو بنقول هون ذا كاستمر تيست ذا سوب ات از سامتيف، لما يجوا لنا ضيوف بقى ويدوقوا الاكل بتاعنا خلاص ده بقى سامتيف، ما عادش ينفع ان احنا نعمل له اي تحسين او تظبيط، ده خلاص تو بروف بقى، بروف الطالب ده هينجح لا مش هينجح، ده هياخد جريد ايه هياخد جريد بي وهكذا. يبقى انا برضو عندي في الاونلاين اسسمنت كونسيدر ان انا عندي في فورماتيف وسامتيف اسسمنت. يبقى ده حضراتكم كان الجزء الثاني من السيشن بتاعتنا اللي بنختمه بالتولز اللي هقدر استخدمها بقى سواء كان في الفورماتيف او في السامتيف. يعني في الريمبرنج هستخدم ديجيتال فلات كارد، ممكن استخدم الجيمز تشيك ليست، ممكن اعمل سيرفي في الاندرستاندينج توتوريال انيميشن انتراكتيف توتوريال فيرجوال لاب سيميوليشن اونلاين دسكشن، في الايفالويتنج هستخدم المينيت سامري واللاب ريبورت، في الكرييتنج هستخدم السيميوليشن والكيس ستادي. وناحيه السامتيف هيبقى جزء عندي منها بسيط شورت انسر وام اس كيو، انما عندي هنا ريسورس ليست وورد كلاود، عندي البيبوغرافي شورت انسر اكزام والريال وورد سيناريو، عندي كيس ستادي. شوفوا لما هنعرف اعلى حاجه عندي هنا هستخدم ايه بقى، هستخدم ان هو يعمل بيبر البورتفوليو بتاعه ستودنت بابليكيشن برزنتيشن حاجات فيها بروبلم سولفنج. يبقى انا ده كده عليت في سواء كنت بستخدم فورمت او سامتيف اسسمنت. طيب يبقى ده كان حضراتكم كده البرنسبل اوف افكتيف اونلاين اسسمنت، بدانا باليوتيليتي فورمولا والاهميه بتاعه اليوتيليتي فورمولا عندي في الاسسمنت، وجو ثرو خطوه بخطوه لحد ما وصلت للموديفايد بلومز اللي انا بستخدمه في الاونلاين اسسمنت. طيب قبل ما ادخل للجزء الثالث من السيشن بتاعتنا اللي هياخد معظم الوقت اللي قادم باذن الله، هل في اي استفسار او حاجه عند حضراتكم في اللي فات ده؟ ممكن ناخد خمس دقائق كده لاي انسر وكويتشن وانسر من حضراتكم سواء على الشات او في المايك، بس بحيث ان احنا نبقى فصلنا الجزء الاول من الجزء الثاني. اي استفسار او حاجه محتاجه توضيح او نتكلم عنها اكتر تحت امركم. ممكن حتى على الشات حتى لو تحبوا. في اي اسئله على الشات حتى حضرتك اكتبوا. لو سمحت كنت عايز اعرف نموذج التقييم الروبريك ها الديزاين بتاعه
طيب دكتوره اسماء، احنا ان شاء الله المره الجايه باذن الله بدون مقاطعه، بس عشان حضرتك ان شاء الله تحضري معانا المره الجايه. المره الجايه تقريبا نصها كله هيبقى عن الروبريك ديزاين، وهنتكلم عنه بالتفاصيل. ف اخترتي هذه النقطه، الروبريك مهم جدا، ان شاء الله المره القادمه باذن الله بدون مقاطعه. الطالب طبعا لازم يكون متمرن وعارف. طبعا دكتوره عفاف، طبعا مهم جدا ان احنا زي ما بنعمل تريننج لينا لازم كمان الطلاب يكونوا هم كمان تريند. تمام مظبوط. ايه تاني قبل ما ندخل في الجزئيه القادمه؟ لا مفيش مشكله دكتور حاتم. البلندد فيرسس هايبريد، يعني على قد معلوماتي يعني ومحتاجين نتاكد، هما البلندد والهايبريد الاثنين نفس الفكره، وساعات بيبقوا الاثنين بيستخدموا انترتشينجبل. هو البلندد هو عباره عن ميكس ما بين الفيس تو فيس والاونلاين، والهايبريد نفس الفكره ده، يعني على يعني معلوماتي الا اذا كان يعني في معلومه غير هذا، انما احنا دايما بنستخدم الاثنين انترتشينجبل، سواء بلندد او هايبريد تيتشنج. هو الاثنين زي ما بيقولوا كده مسمى واحد يا دكتور حاتم، ده يعني على قد يعني معلوماتي من سنوات، يعني الا اذا كان جد جديد انا مش عارفه صراحه يعني، انما احنا دايما بنستخدم الاثنين بنفس الاستخدام. البلندد او الهايبريد هم الـ نفس المسمى، اللي هو كومباينيشن ما بين الفيس تو فيس والاونلاين تيتشنج. معلش يا دكتور محمد، لازم فيس تو فيس واونلاين ولا ممكن اي تو استراتيجيز، يعني مثلا بي بي ال ومش عارفه محاضر ليكتشرز كده، ولا لازم اونلاين ومعاه حاجه تانية عشان نقول ده هيبريد او والله يا دكتور هو حضرتك، ما هو هي الفكره كلها في ايه، ان انت برضو احنا ما بنتكلمش هنا عن الاستراتيجيز هل هي بروبلم سولفنج او ليكتشر، لان انت ممكن بروبلم سولفنج تديه اونلاين او تديه فيس تو فيس. احنا بنتكلم على المود اوف ديليفري، يعني دايما البلندد والهايبريد دي تطلق على المود اوف ديليفري. انت بتقدميها ازاي، هل هي بتقدميها فيس تو فيس ولا اونلاين؟ فانت عندك البروبلم سولفنج والتي بي ال والليكشر والتيتوريال والى اخره، ممكن تقدميه فيس تو فيس او تقدميه اونلاين. فاحنا هنا بنتكلم على المود اوف ديليفري مش الاستراتيجيز اوف تيتشنج. فده عشان كده بقول لك هو ده على قد معلومات، بس خلوني برضو يعني خلال الاسبوع ده اشوف هل فعلا في فرق ما بين الهايبرد والبلندد، وحضراتكم شوفوا برضو يجوز يعني في مسمى تاني انا مش عارف، بس احنا عاده كنا دايما يعني من قراءاتنا المتواضعه يعني دايما بنسمي الاثنين كده. I think for either face to face and online. يعني تعالى يا دكتوره نيره زي ما بقول ولا هتقصدي حاجه تانيه؟ لا لا، هو اقصد ان هو في الاثنين بنقول عليهم كده، بس انا عملت انتر فما كملتش. أوكي. الحاجه الثانيه برضو زي ما الدكتور عفاف بتقول كده، ممكن يبقى بي بي ال مع مثلا الليكتشرز والحاجات الثانيه، يعني والبقيه اللي هي الليكتشرز والتيوتوريال تيم بيلد مثلا ومعاه بي بي ال، يبقى ده برضو هايبريد او بلند زي ما حضرتك بتقول. والحاجه الثانيه اللي هو الفيس تو فيس زائد اونلاين، هي بلندد يعني مزيج من الاثنين، وهايبريد برضه صح، هي سواء هو مزيج، بس المزيج زي بقول لحضرتك يعني اللي احنا اللي تعرف عليه على مستوى سواء التعليم الطبي او التعليم بصفه عامه هو المود اوف ديليفري، يعني احنا بنتكلم على المود اوف ديليفري. هو ده اللي بنتكلم عليه دلوقتي فعلا، لانه خلاص بقت النظام كله يا اما بيتقال عليه هايبريد يا اما بلندد زي ما حضرتك بتقول، يعني كومباينيشن من الاثنين، يعني خليط من الاثنين فيس تو فيس واونلاين. وبرده سمعتها من حد يعني انه برده زي ما بقول لحضرتك اللي هي طريقه التعليم هي مزيج منها ايه؟ في مواضيع بتتاخد بي بي ال، في مواضيع بتتاخد مثلا تيم بيز ليكتشرز حاجات كده يعني. تمام. طيب انا اقول لحضراتكم حاجه والله يمكن اتعلمتها برده يعني من سنوات طويله، يمكن كانت يعني واحده من اساتذتنا يمكن حضراتكم تعرفوها جانيت جرانت، يمكن يعني هي دي كانت استاذتي في الفيلوشيب بتاعه الفيما، فكانت دايما لما يعني نتناقش في نقاط مثل دي فكانت دايما تقول كلمه دايما بحب اذكرها، في الميديكال اديوكيشن ذير از نو رونج نو رايت، يعني بمعنى ان يعني ان الدنيا فليكسبل وتقبل. التفسير اللي حضرتك قلت لي ان هو مزيج، يعني سواء مزيج اوف المود اوف ديليفري او مزيج اوف استراتيجيز، كلام منطقي
يعني يقبل. فعشان كده دايما الواحد بلجأ لهذه المقولة صراحة في الحاجات اللي هي قابلة لأن هي تسعى الكل. فأنا أعتقد أن اللي حضراتكم بتقوله كله يعني صح ومقبول بإذن الله. طيب خلونا بقى ننتقل للجزئية اللي نقدر نقول الكور بتاعنا النهاردة اللي هو الاستراتيجي. وزي ما قلت لحضراتكم كان مهم جدا ان احنا نعمل الفرشة اللي في البداية دي قبل ما نوصل للجزء الاساسي اللي هيبقى فيه برضو بريك اوت روم وهتبقى فيه نقاش مع بعض ونشتغل فيه مع بعض، لان انا اتمنى فعلا النهاردة ان احنا يعني نغطي 3 استراتيجيز مع بعض باذن الله. بيتهيألي بقينا يعني فاميليار مع المنتي، واتمنى ان المرة دي كلكم تجاوبوا باذن الله. هنروح تاني للمنتي.com وهنحط الكود 77620977 7 7 6 2 0 9 7. يبقى روحنا المنتي. حضراتكم رحتم؟ لا لسه. طب على مهلكم. انا خلاص في المنتي دلوقتي، انتوا حضراتكم فين؟ اذا اتني ما شاء الله. طب كويس. What are the most common strategies for online assessment؟ من فضلك الكود نمبر. اوكي سوري يا دكتور، 7 7 6 2 0 9 7 مكتوب على الشاشه فوق يا دكتور، 7 7 6 2 0 9 7 واكتبه لكم في الشات تاني. سبعة سبعة ستة اتنين زيرو تسعة سبعة. أنا كتبته في شات حضراتكم. لا لسه اتنين بس حضراتكم، واتنين ام سي كيو مش هينفع كده. احنا النهارده يعني مش جايين على ام سي كيو خالص. برضه ام سي كيو؟ لا ريتن اكزام ام سي كيو ترو فولس. اوكي طيب. ايه تاني؟ تلاتة بس حضراتكم، احنا ما شاء الله احنا دلوقتي 33. ممكن نفتح ونطول. كيس سيناريو. شكرا يا دكتورة. كيس سيناريو ايوه كده، حد بقى يعني اوكي. كيس سيناريو ماشي. ممكن اورال اكزام اونلاين؟ طبعا انا عايز كده والله، عايز اسمع كده بروبلم سولفنج واورال اكزام. لا بس يعني فوتو، هنعمل ايه في الفوتو؟ ممكن نفتح المايك ونقول شورت انسر كويتشن ماشي. ممكن فيديو يبقى الطالب قصادي وانا شايفاه. ممتاز ايوه كده، انا عايز اسمع الحاجات دي. طيب اوكي. براكتيكال لا لسه ماتش. عايز كمان ماتش ماشي اوكي. ايه تاني؟ ايه تاني؟ انا عايز تولز كده استراتيجيز بقى يعني مختلفه. يعني على فكره معظم اللي حضرتك قلته ده كده يندرج تحت قائمه الريتن. لونج اسي ماشي برضو، لسه احنا فريتنج. البراكتيكال احنا قلنا البراكتيكال هيبقى صعب ان احنا نعمله يعني فيس اونلاين، هتبقى فيه صعوبه شويه الصراحه. برضو خلينا نتفق ان البراكتيكال والكلينيكال يعني انا على رايي المتواضع يعني مش هيبقى بسهوله قوي. فيدباك ممتاز، الفيدباك طبعا ده يعني تكمله للاسسمنت ماشي اوكي. لسه في تولز ثانيه. كومبير اوكي، بس برضو ستيل بنتكلم في يعني ريتن اسسمنت. انا عايز اخرج بره ريتن اسسمنت. اكستنج ماتشنج برزنتيشن ممتاز، حلو كده خرجنا شويه. برزنتيشن شكرا للدكتور او الدكتوره اللي كتب لنا الكود. ايه تاني؟ بروبلم سولفنج، ليرنينج، اساينمنت، فيدباك. طبعا اوزبي، يعني الاوزبي هيبقى صعب ان انا اعمله برضو براكتيكال، يعني الا اذا عملته مثلا سلايدز وخليتهم يجاوبوها ماشي.
ايوه كده ريفيو ارتكل. شكرا ممتاز. يبقى ممكن اخليهم يكتبوا ريفيو ارتكل كده خرجنا. اسايم الله في هنا اسايمنت وفي بورتفوليو ممتاز. ايوه انا عايز دول بقى، عايز الاسايمنت والبورتفوليو الريفيو ارتكل البروجكت ممتاز وبرزنتيشن ممتاز كده. انا عايز بقى من الانواع دي. ممتاز حضراتكم. ايه تاني عند حضراتكم حاجه تانيه؟ ممكن بنيت وز فوتو. ماشي ماشي دكتوره تمشي الحال. اوكي ماشي بنيت وز فوتو. طيب والبورتفوليو انتوا قلتوه. طب لو يانلايز مثلا ريبورت بتاع لاب ريبورت انتربريتيشن لحاجه. ماشي يا دكتوره تمشي. ودي بقى يعني معلش ممكن نحطها في صوره الاوبن بوك اكزام اللي ان شاء الله نلحق نتكلم عنه. تي بي ال انا بستخدمه كتيتشنج استراتيجي، يعني هحطه في الاسسمنت هتبقى فيها يعني ايه صعوبه شويه الا اذا خليت عليها درجات وخليتها اونلاين مفيش مشكله. ماشي طيب يعني حضراتكم ما شاء الله الريفليكشن ممتاز. الريفليكشن ممكن اعتبره جزء من الاسسمنت او جزء من البورتفوليو. ماشي وده هنتكلم عنه ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي عشان تفضلوا معانا باذن الله. طيب فيرتشوال بيشنت ممتاز. لو قدرنا نوصل للفيرتشوال بيشنت وبقى شغالين بيه يبقى احنا عليه قوي، يبقى كده دخلنا في الكلينيكال اسسمنت وهذا ما نتمناه. يعني انا مش عايز اقول واحد يعني لسه الواحد حاسس ان احنا لسه خطوه بخطوه بس ماشي يا ريت نوصل. طيب ممكن سكيل لاب سكيل لاب بس اونلاين، يعني هيبقى لو عندنا الامكانيه السكيل لاب اونلاين يبقى خير وبركه والله. هذا نتمناه في كل كلياتنا ان نوصل لمرحله الفيرجوال سكيل لاب والله ده يبقى هايل. والفيرجوال هوسبيتال كمان موجوده يبقى ده احسن واحسن طبعا. يعني اعتقد حد كان قال لي ان البنك المعرفه المصري عامل حالات او حاجه بيستخدموها الافاتار. ماشي اوكي جميل كده، يعني بندخل في التكنولوجي قوي. يعني الافاتار هيستخدمه في الاسسمنت، يعني هو دايما بيستخدموه برضه كحاجه فيرجوال، فممكن لو قدرت اوصل ان انا اوظفه في موضوع الكلينيكال اسسمنت والله يبقى هايل. جميل ما شاء الله. شوفوا المره دي في يعني 31 مشاركه، فانا حاسس ان كده يعني خلاص كده المنتي لما نيجي المره الجايه بقى باذن الله هيكون يعني كله معانا باذن الله. جميل جدا اللي حضرتك قلتوه ده. اذا التول بتاعتنا ممكن تكون اساينمنت زي ما حضراتكم قلتم، هنزود عليها الدسكشن فورم. والدسكشن فورم مش شرط يكون عندي ليرنينج مانجمنت سيستم، انا ممكن استخدمه على الموديل لو عندي موديل، لو ما عنديش موديل احنا عندنا البلاك بورد بس لو ممكن استخدمه في الموديل. والله ممكن حتى استخدمه في واتساب جروب يعني كدسكشن، ممكن استخدمه في الـ في الـ في الفيسبوك. يعني هتصرف وانا اعمل دسكشن فورم. البلوج يعملوا بلوج او ويكي ويبقى فيها نقاش. الاونلاين اكزام بقى اللي هو كل المجموعه اللي حضراتكم قلتوها الام سي كيو والماتشنج والكومبير كل يخش تحت عنوان الاونلاين اكزام. الاونلاين بير فيدباك يبقى الفيدباك ممكن يبقى كمان من البير فيدباك. والاي بورتفوليو ده هنتكلم عنه بالتفصيل النهارده. ديجيتال ميديا بروجكت هيعملوا برزنتيشن، هيعملوا فيديو، هيعملوا برودكاست. كونسبت ماب الخرائط الذهنيه. ريفلكتيف رايتنج زي ما انتم قلتم. الريسيرش زي ما حضرتك قلت الريفيو ارتكل. البروجكت السيميوليشن زي ما قلت اللي هو الحاجات الفيرجوال او يعملوا ديجيتال بوستر. وعندي بعض التولز التانية الإضافية اللي هيبقى من ضمنهم الأوبن بوك إكزام، وأنا يمكن إن شاء الله بإذن الله هيبقى عندنا وقت النهاردة ونتكلم عنه. يبقى دي بعض التولز. خلي بالكم بقى أنا يعني هرجع لها تاني، هنلاقي الأونلاين إكزام اللي هي الريتن it is only one tool من العشرة. وعشان كده احنا دايما بقى لو رجعنا فاكرين اليوتيليتي فورمولا لما كنا بنقول عايزين فاليد وريلايبل وليه امباكت وفيزابل والى اخره، جزء من الريلايبيليتي اللي بيحافظ عليها هو يوزنج ا فرايتي اوف اسسمنت ميثود. عشان ما نجيش نقول والله الاسسمنت كومبرومايز الكواليتي، بس انا بستخدم نوع واحد بس، بستخدمه كله ريتن وبستخدمه كله ام سي كيو وكله اونلاين ومش عارف الولاد بيغشهم او البنات بيغشهم ولا لا، او الدنيا ماشيه ازاي، ولا هم جايبين حد بيحل لهم الاسئله ولا قاعدين مع بعض بيحلوها سوا. فبالتالي انا لما استخدم فرايتي هتطمن اكتر على الكواليتي واتطمن على الريلايبيليتي اوف ذا اكزام. طيب بعد الريكومنديشن كده او جايد لاينز بنقول ستارت بلاننج اند ديزايننج الاسسمنت ايرلي، هبدا من بدري في البلان بتاعتي. السنه اللي فاتت ما كانش عندنا الفرصه دي، السنه دي يعني لحد ما عارفين من البدايه ان احنا اونلاين. الانستراكشن والروبريك والاكسبكتيشن نيد تو بي كلير اند كومبليت، لازم الطالب يبقى معاه الروبريك بتاعه وعارف ايه اللي مطلوب منه ومطلوب منه ايه. تاني يوز ا فرايتي اوف اسسمنت تايب، هستخدم اكتر من نوع. انتر اكتف اند هاير اوردر ليرنينج اوبورتيونيتي الاوثنتيك اللي اتكلمنا عنه عشان
increase engagement with assessment. When providing formative feedback, لازم احنا اتفقنا ان الاوثنتك ده فيه outcomes, فيه feedback, فيه rubric. يبقى اللي انا بدي الفيدباك ده use action focused statement that give students suggestion for future work. عشان كده احنا عاملين نص السيشن التالتة باذن الله عن giving الفيدباك. Have a plan for promoting academic integrity in online environment. موضوع الغش والكلام ده كله, يبقى انا عندي بلان سواء كنا عندي برامج للغش الاثنتيكيتد تيرن ات ان او حتى التولز اللي موجوده فيه على على, على الانترنت, ان الطالب يبقى عارف وقايلين له كده خلي بالك ان انت في بنالتز على الشيتنج لان احنا بنعمل سكاننج له. لازم يكون عندي خطه طوارئ لسبميتنج او كومبليتنج الاساينمنت ان كيس اوف تكنولوجي ايشو. يعني هقول للطلبه والله لو حصلت مشكله انا ممكن هتبعتها لي على الايميل, يعني ايا كانت الطريقه عشان لازم يكون عندنا خطة طوارئ لو حصل لا قدر الله أي مشكلة في الأسسمنت. أما المفروض كأونلاين تيتشر بقى بشتغل جزء من التيتشنج بتاع أونلاين, must be able to evaluate student performance accuracy. وبالتالي أنا هنا محتاج استخدم variety of tools عشان موضوع الفيرنس وإن هو يكون equitable للستودنت. موضوع المونيتورنج بقى يعني الصراحة إشكالية إن أنا أراقب أعرف إذا كانت الـ ID بتاعت الطالب الغش إلى آخره, ده جزء من الدور بتاعنا. لو أنا عامل discussion post يبقى أنا reviewing وعمل لها grading بتاعها. إن أنا كمان to master new methods of assessment. النهاردة هنتكلم على discussion board, هنتكلم على البورتفوليو الـ e-portfolio, هنتكلم على open book exam, وممكن كل tools يعني أخرى كمان محتاجين إن إحنا البيلدنج كاباسيتي اللي حضراتكم قلتوا عليه في الاول محتاجين احنا في اعضاء التدريس ان احنا تو ماستر السكيلز دي. طيب خلونا ناخد بعض انواع من التول. زي ما اتفقنا انا النهارده مش السكوب بتاعي ان انا هقول الام سي كيو, هاو تو رايت الام سي كيو, بتتكون من ايه وازاي تعمل الكيس الستيم بتاعتها والى اخره, لان ده مش السكوب بتاعنا النهارده. حضراتكم ما شاء الله يعني ادرى مني واكثر مني خبره في كتابه الام سي كيو وكتابه الاسيو والى اخره. انا بستخدم تولز اتمنى ان احنا نقدر نفعلها ونستخدمها ونشوفها اذا كانت فعلا افكتيف ولا لا. اول حاجه الدسكشن بورد او اللي بيسموها المنتديات او منتدى النقاش. طيب الدسكشن بورد هو موجود في الليرنينج مانجمنت سيستم. انا مش عارف حضراتكم بتستخدموا الليرنينج مانجمنت سيستم ولا لا, يعني في عندكم موديل ولا في ليرنينج مانجمنت سيستم عندكم في الكليه ولا لا. عندكم دكتور عفاف اسمع من حضراتكم لان يعني ده هيسهل, لو ما كانش موجود هنتصرف برضو باذن الله. فهل في ليرنينج مانجمنت سيستم بنستخدمه؟ موجود عندنا. موجود. طب ممتاز. واكيد في ديسكشن بورد, في منتدى ممكن نعمل منتدى نقاش والولاد يتناقشوا عليه مع حضراتكم. انا الحقيقه اعرف انه موجود لكن انا ما يعني مش في الكلية دلوقتي عشان أعرف, يعني أنا ما أعرفش في الكلية بقى اللجنة العليا يمكن هي اللي تعرف. ممتاز. طب هي دكتورة شيماء بتقول إن عندكم موديل. ما هي دي النقطة. حلو دكتور. هو ده بقى دورنا, جزء من دورنا النهاردة إن إحنا نفعل الحاجات اللي مش مفعلة دي. فهي يعني أنتوا عندكم الموديل. الموديل هايل, يعني الموديل رائع ما يفرقش عن البلاك بورد. إذن عند حضراتكم ثروة زي ما بيقولوا. فاضل إن إحنا بقى نفعل الحاجات اللي مش مفعلة فيها ونقدر نستفيد منها حتى لو اعداد الطلبه كبيره وكان مانج. يبقى كده اول حاجه عندنا بنتكلم عنها اللي هو منتدى النقاش. منتدى النقاش زي المنتديات السوشيال الموجوده, حد بيحط بوست او ثريد وبعدين بنبدا نتناقش فيها ونجاوب حد يحط حاجه ونجاوب وهكذا. وانا دوري بيبقى فاسيليتيتور او مودريتور ليها. ماشي. وموجودة في التيمز برضو دكتورة مريم برضو, يبقى أنا كمان التيمز. ماشي حلو, مفيش مشكلة برضو, يبقى ده موجود عندي في التيمز. يعني الحمد لله الفاسيلتي بقت موجودة ومتوفرة, فاضل إن احنا نستخدمها. طيب ممكن أستخدمها للفول كلاس ديسكشن أو سمول جروب, أقسم الطلبة لجروب وأعمل لهم ديسكشن أو أخليها للكلاس ككل على حسب بقى أنا كم واحد موجود في الكورس, مين موجود معايا, أنا شغال لوحدي ولا معايا حد ولا لا. طيب ممكن يبقى ايه اللي هستفيد منه في ده؟ student debate issue add their personal experience and perspective build on one another idea analyze case study and so on. يبقى انا هستخدم discussion board, انا حطيت سؤال او احط سيناريو. على فكره مش بحط السؤال, انا بحط engaging scenario, يعني بقول له بدي له مثلا زي حاله وببدا اقول له نبدا نتناقش فيها
احنا متوقعين الجزء في الاناتومي اللي حصل فيه ديفكت هنا فين. طب ليه الارتري ده؟ طب هو البلاد سبلاي بتاع المصل ده كان ايه؟ او جزء ده البلاد سبلاي بتاعه ايه؟ وبعدين ندخل في البايوكيميست. طب الميتابوليزم ايه؟ طب الجلوكوز ميتابوليزم افكتد ولا لا؟ طب ليبيد ميتابوليزم؟ ادخل في جزئيه فارماكولوجي او جزئيه فيسيولوجي وهكذا، اغطي ممكن اخليها كلها نقاش، والنقاش ده ممكن ياخد الفصل الدراسي كله على مستوى الترم، عمال ابني نولج وهم بيبنوا نولج على بعضها مع على بعضها، وفي الوقت نفسه ممكن اتاتش يحطوا ريفرنس يتعلموا ويعلموا بعض. طيب محتاج ان انا مينتين كونتينوس ديسكشن ثرو اوت ذا كورس زي ما بنقول دلوقتي، بروفايد سبيسيفيك توبيك اند فاسيليتيت، دورنا فاسيليتيتور، وممكن بعد شويه في النهايات اعلم حد من الطلبه يبقى هو فاسيليتيتور. بروفايد بيرسونلايزد فيدباك، في البدايه انا بدي فيدباك بيرسونلايزد عشان تبقى بالكرايتيريا بتاعه الافكتيف فيدباك، كنوع من الجايدنس ل تكون الدسكشن افكتيف. ليميت ذا نمبر اوف وورد، خلي بالكم ان حضراتكم يفترض ان انا كعضو هيئه التدريس ان انا هقرا الكلام اللي بيتكتب، فانا مش هخلي الدنيا مفتوحه، فانا ممكن ادي اقول لهم يا جماعه مش اكتر من 500 كلمه، او مش كده وبس زي ما هنقول دلوقتي، انا ممكن اخليها التويتر ستايل مش اكتر من 140 كلمه. وتيت ستودنت اند از فاسيليتيتور زي ما قلنا، ممكن بعد شويه بيقول الاستاذ هم الفاسيليتيتور. الويتنج بتاع الدسكشن بورد ده انا اخلي عليها درجات، اخلي عليها 5% 10%، يبقى انا برضو بخلي، فاكرين لما اتكلمنا على الكوست افكتيفنس، الكوست والافكتيفنس هنا الكوست ده ممكن يكون الكوست بتكلم على درجات او الويت، اخلي عليها درجات قد ايه عشان برضو ما اخليش عليها درجه قليله فالطلبه يقولوا يا جماعه ده بثلاث درجات يعني زي قلتها ما انا يعني كده ولا كده، ما هيديني 2 من 3 انا هتعب نفسي على ايه، ولا اخلي عليها ويت عالي فبرضو اقوم بظلم الطلبه فيها، فانا برضو الويت اشوف على حسب وهي مدتها قد ايه والى اخره. طيب التشالنج اللي هتقابلني لو انا استخدمت المنتديات النقاش، يعني احنا بنقولها كده بالتعبير ونفتكر اي منتدى احنا كنا مشتركين فيه كمنتدى سوشيال وبنناقش موضوع وبنشوف الدنيا ماشيه ازاي، هو الى حد ما شبهه بس انا بستخدمه في الادوكيشن. والله انا معاك يا دكتوره سلوى، تقييم الاعداد الكبيره بالطرق المختلفه طبعا هي تشالنج، بس خلونا ولو نبداها على يعني احنا بنقول في البيست براكتس ازاي ان احنا نحاول نستخدم الطرق دي مع طلبك عددها كبير وازاي نقسمها، بس هو لا مفر من استخدامها، يعني معلش ما احنا عشان عايزين لو احنا بنتكلم على اوت كومز عايزين نقيس وعايزين نقوم بقى نحافظ على اليوتيليتي فورمولا لابد ان احنا نستخدم الفرايتي اوف اسسمنت. هو ده دورنا النهارده ان احنا مع حضراتكم بنثير الحاجات دي، هنلاقي حد بيستخدمها على عدد قليل بيقسم الطلبه، بنقسمهم على مستوى القسم مش لازم كلنا هاخد الدفعه كلها، يعني بنشوف ازاي هاو تو مانج الموضوع العدد الكبير، وان كنت انا عارف ان هو تشالنج فعلا. من ستودنت ار نيرفس اباوت زير بيرز ريدنج اند كومنتنج اون زير رايتنج، ودي نوع من الكالتشر او الثقافه ان هيبقوا دايما سنسيتيف بيعلقوا على بعض او حد بيضايق حد في الكلام او الى اخره، عشان كده انا بحط الرول من البدايه. student can struggle with accepting critical comment on their post، لو في حد هيبدا بقى criticize اللي هم حاطينه or feeling that their post got fewer comment، هو بقى بيوصلها زي الفيسبوك وكم لايك وكم ديسلايك وكم اداني كومنت عليه، فده طبعا ممكن يخلي الدسكشن بورد فيه الكومبيتيتيف rather than collaborative. احنا هدفنا ان هم يتعاونوا مع بعض، احنا بنغير الكونسبت والقرشه بتوع ولادنا وبناتنا، فبالتالي ده برضو جزء من الدور بتاعي معاهم. طيب من البدايه مهم جدا ان انا تو اكسبلينز البربس اوف ديسكشن بورد اند ميك اكسبكتيشن فور كونداكت كلير، هقول لهم انت مطلوب منك هتقدمها بعد قد ايه، مطلوب منك تعمل كام ريبلاي، والعدد الكلمات قد ايه، والرولز والاكاديميك كونداكت بتاعنا ايه، structure different type of discussion، نتفق هل دي هي دي ديبيت، هل هي كيس ستاديز الى اخره. Enlarge classes، هو بقى زي ما حضرتك قلت كده دلوقتي يا دكتوره، divide the student into small discussion group، ونقسمها بقى. والموضوع في الحاله دي مش لازم انا يعني نتعاون كلنا التيمز ككله، معانا زمايلنا وزملاتنا المدرسين المساعدين والمعيدين معانا يتابعوا يشوفهم، فبالتالي لازم نستغل كل ما هو موجود، وتبقى بالمناسبه هي هتكون ليرنينج كيرف للجميع، كلنا هنتعلم من خلالها باذن الله وهتبقى مفيده للكل باذن الله. طيب
discussion برضو كان بيوزد فور سمول جروب بروبلم سولفينج provide a problem and allow students to brainstorm together only the final solution to the problem is agreed. ده احد الحلول. انا ممكن هيبقى في discussion طويل بس في الاخر انا بدي الدرجه على المنتج النهائي دي تنفع في الاعداد الكبيره. دي واحده من الاستراتيجي اللي ممكن نستخدمها دكتوره في الاعداد الكبيره. المونيتور بوست فور ان ابروبريت يوز يعني مهم جدا بقى ان انا اتابع عشان ما الاقيش مثلا كان في خناقه حاصله وبيشتموا في بعض ومبهدلين بعض وانا فوجئت ان الدنيا يعني فبالتالي انا محتاج ان انا ولو كل يوم ابص عليه. بروفايد سامبل اوف ابروبريت فيدباك اقول لهم انت لما عايز ترد على زميلك او زميلتك ده الابروبريت فيدباك بيكون عامل ازاي. بالشكل بالبدايه الاول الساندوتش تكنيك ثانك وبعد كده ادي حاجه كونستراكتيف وبعدين وهكذا. encourage students to ask thoughtful question انا بعلمهم كمان ازاي يسال اسئله الاسئله اللي هي معظمها تكون open question how why what الى اخره. ask students to select their best few discussion boards for grading انا احيانا بيبقى الديسكشن بورد دي على مدار الترم وبقول لهم خلي بالكم ان احنا انا هصلح لكم بس ثلاثة أو أربعة منهم وأنت اللي هتنقيهم. Have a student self-assess himself midway through the course. مهم جدا. عشان كده يمكن لما هنختم الجزئية دي قبل ما نروح للبريك أوت روم بديهم الروبريك بتاع التقييم. زي ما قلنا في البداية occasionally do Twitter style. أقول له والله أنت مش أكتر من 140 كلمة عشان يسهل لي عملية التصحيح. طيب. الستودنت نفسهم زي ما حضراتكم قلتوا لي كده لما الدكتوره عفاف قالت كده الستودنت نفسهم لازم هم كمان يبقوا تريند فبدي له جايد لاين اقول له دوز ابروبريت بريبريشن ما تحطش ما تستعجلش كومبليت ريدنج اند ليسون اكتيفيتي بيفور يور جوين ذا ديسكشن عشان ما يكتبش اي حاجه كيب يور مسج شورت بس عشان نقدر بس معلش دقيقه واحده بس يمكن انا لست شويه من حضرتك بس لو تكرمت تدينا اكزامبل كده لان برضه حكايه ان احنا يعني معلش ابلاي شويه. حاضر هو احنا عندنا جزء في البريك اوت روم كلنا ابلاي هنتقسم وهنعمل ابلكيشن للموضوع ده. الفكره بس انا يعني الديسكشن بورد اديني يعني حاضر يعني حاجه نشوفوا الكومنتس بتاعت الاولاد والاولاد ممكن يدخلوا ازاي جاست بس فور اكزامبل اوكي طب خليني واحنا في البريك اوت روم اجهز لكم احاول اطلع لك حاجه دكتوره ان شاء الله تكون جاهزه بس هي الفكره ببساطه دكتوره في البريك في الدسكشن بورد ان انا سي مثلا بدي له في الاول انجيجنج سيناريو انجيجنج سيناريو لموضوع او لتوبيك يعني ببساطه جدا لو احنا بعيد حتى عن او جزء من الطب هنيجي نتكلم مثلا عن الكوفيد او الاجراءات اللي اتخذت في الكوفيد. هنقول مثلا والله ان في الكوفيد 19 الدوله عملت مجموعه من الاجراءات لمواجهه الكوفيد. ونقول له ونخليها نفتح السؤال مفتوح كده، ما رايك في هذه الاجراءات؟ ما هي اهم هذه الاجراءات؟ يعني نبدا الاول بحاجه فيها زي نوع من الريكورد. ما هي اهم هذه الاجراءات؟ ونسيبهم يتناقشوا فيها، يبداوا يكتبوا الميجرز اللي خدتها الدوله للكوفيد. وابدا انا اعمل فاسيليتيشن في الوسط. خلصنا الجزئيه دي هنقول بعد كده من وجهه نظرك ما هي اهم الاجراءات التي ادت الى تقليل عدد الحالات. خلصنا الجزئيه دي ما هو الاجراء الذي كان لابد من اتخاذه من الاجراءات الاحترازيه ولكن لم يتم اتخاذه. يعني انا بس كنت عايز اعرف هل بيتساب المجال للولاد كلهم يردوا ولا وانا بسيبها فور هاو لونج؟ لا ما هو ده بقى دي حضرتك الايه الانستراكشن ان انت بالبدايه بتبقى الانستراكشن بتاعتك واضحه وده اللي انا معاكم فيها بقى في البريك اوت روم. يعني هتقولي والله انا الديسكشن دي مدتها اسبوع محتاج ان انت ليك الديسكشن دي هتبقى على مدار الترم بس متقسمه على اسابيع. الاسبوع الاول يخص السؤال الاولاني ليه فالسؤال الاولاني مدته اسبوع. خلص الاسبوع خلاص احنا انتقلنا للاسبوع الذي يليه بالسؤال بتاعه لانها كلها بتبقى مترتبه على بعضها. يخلص جزئيه وتكمل الجزئيه التي تليها وهكذا على مدار الترم او على مدار الترم زي ما انت عايز. فور اسسمنت يا دكتور مش كده؟ تمشي للاثنين دكتوره. ممكن حاجه تبقى فورمتيف اسسمنت ما لهاش درجات وممكن تخلي عليها درجات تبقى تخلي عليها جزء من الدرجه
عليها. وانا من الناس اللي احب لو طبقناها نخلي عليها ان شاء الله حتى 5 درجات، يبقى جزء من تقييم الطلاب اللي هو الكونتينيوس اسيسمنت اللي عليه درجات ممكن نستخدمه. مش عارف يا رب اكون وضحت لحضرتك. ايوه لا 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 شكرا يا دكتور مرسيلي. العفو يا دكتور. دكتور عفاف، هل بديهم اكتر من يوم ولا في نفس اليوم؟ لا انا على الاقل بديهم فرصه. اولا انا بالاول هو بكون انا غطيت جزء مثلا سيمر النظري بتاع الموضوع، وبعد كده بديهم 3-4 ايام يبداوا يردوا. وانا بحدد الوقت معاك، ادي اسبوع للسؤال الاول او النقاش، مش هقول السؤال الاول بقى هي سرد، اسبوع للسرد الاولانيه خلصت وانا بتابع وبدي فيدباك وهم بيدوا فيدباك لبعض، وبعد كده هدخل في السؤال الثاني السؤال الثالث، كلهم مرتبطين انتجريتد مع بعض. سي لو انا في موديول مثلا، الموديول ده فيه جزء اناتومي وجزء فيسيولوجي وجزء بايوكيمستري، فانا بالتالي ممكن كل اسبوع من السيناريو ده هقول له what is the anatomical part which is affected in this scenario or in this case. طب what is the relation of this anatomical part with حاجة تانية with blood supply، واسيبهم يتكلموا ده. يبقى انا كده بتكلم في ريكول سيمبل خالص ريكول. طيب بعد كده ادخل اتكلم اقول لهم what is the mechanism of this etiology of this pathology مثلا، يبقى ده الاسبوع اللي بعده. دخلت بعد كده بتكلم عايز ادي critical clinical reasoning، اقول له what is the differential diagnosis what is the management. يبقى بالتالي انا ممكن زي اوبن بوك اكزام بالظبط. انا هعرض لحضراتكم يعني لو يعني على ما تطلعوا من البريك اوت رومز او في البريك اوت رومز هوري لحضراتكم سيناريو ممكن يتعمل في الدسكشن بورد، وهو هو يتعمل في الاوبن بوك اكزام. خلوني دلوقتي طالما حضراتكم سالتم ادوني ثانيه اعرضه لحضراتكم، وبعدين نرجع تاني للدسكشن بورد عشان برضه تبقى النقطه دي كلير عند حضراتكم. بص حضراتكم السيناريو ده السيناريو ده حضراتكم ممكن ينفع لأوبن بوك إكزام. خلونا ناخد الاثنين دول لأن أنا كنت عامل حسابي كده يمشي للاثنين. فبنقول Ask student interpretative and application question. What does the data show؟ أديله داتا مثلا. What relevance does the data or does the scenario have؟ What other factor could potentially affect this data؟ How would you test for this؟ دي مجموعة أسئلة كده عامة، بس لما عايز احطها في سيناريو اهو 50 year old female patient suffering from hepatitis C presented in emergency with severe epigastric pain hematemesis bloody vomiting and bleeding brick physical examination revealed ascites splenomegaly and cavity medius. ده كده سيناريو اهو، ده اللي بنسميه engaging scenario. هحطهم او واسيب السيناريو ده موجود كل اسبوع. explain the anatomical reasoning behind development of cavity medusa in this case. ده كده اول سؤال ينفع في الدسكشن بورد وينفع في اوبن بوك اكزام على فكره. طيب خلصنا الجزئيه دي. اكسبلين ذا فورميشن اوف بورتال فين اند نيم اتس تريبيوتوريز. طبعا ده سؤال يعني الى حد ما ريكول بس يمشي معانا. ليست ذا سايتس اند فينز فورمينج ان استموز انفولفد ان ذيس كيس. يبقى انا مركز على الكيس ديت، يبقى ده ممكن احطها كدسكشن بورد وممكن اجيبها لهم في اوبن بوك اكزام. تمشي كده مع حضراتكم؟ ده كسيناريو يعني ميديكال يتحط وينفع يتحط عليه درجات. حبيت بقى استخدمه في الـ في الـ في الديسكشن بورد، استخدمته في الاوبن بوك اكزام اقدر استخدمه. ونقيس على كده بقى، مش لازم يكون كيس حضراتكم، اقيس على كده اي حاجه عايز اخليها ديسكشن باختلاف الماده اللي انا بدرسها. يا رب تكون يعني ان شاء الله كده يعني الصوره وضحت اكتر. كان فاضل سؤال بس في الشات اعتقد. طيب. الطلاب يعني الطلاب صح، الطلاب لو ما حضروش طبعا احنا لما عشان كده احنا حابين نخلي عليه درجات ايا كانت الدرجات اللي عليه. فلو الطلاب ما حضروش والله هو هيفقد الدرجه بتاعته، لان لو هي مجرد دردشه زي ما بيقولوا يبقى فعلا ممكن الناس هتشارك وناس مش هتشارك. لا حضر وما شاركش يعني ما قالش رايه هتعرف. ما هو حضرتك دكتوره المشاركه بالكتابه لان الكتابه عندي. كتب ولا ما كتبش؟ ما كتبش خلاص راحت منه الدرجه بتاعته. يا دكتوره مريم كان وي يوز واتساب تليجرام فور ديسكشن؟ ممكن طبعا حضرتك ما فيش اي مشكله طالما حاجه تبقى برايفت جروب نقدر نستخدمها. وات تايم فور ذيس كويشن از انف في الديسكشن بورد؟ انت على حسب حضرتك برضو دكتوره سلوى بتديله ايام. في لو هو اوبن بوك اكزام
انت بتحددي الوقت بقى وحسب برضه هل هو اوبن بوك اكزام هيبقى سينكرونس هيبقى حاضر قدامك وده هنتكلم عنه ان شاء الله ربنا يسهل يعني في اخر النهارده هنلحق باذن الله هيكون سينكرونس هيبقى حاضر معايا الطالب ولا هيكون اسينكرونس هديهوله وهو يجاوب ويعمل له سبميشن بعد 24 ساعه ولا بعد 8 ساعات ايا كان يعني في مودلز للاوبن بوك اكزام ان شاء الله نتكلم عنها باذن الله طيب take time to organize your the student بقى your thoughts before posting avoid discussion bots that offer little more I agree nice great الكلام ده هنقول لا دي مش هتاخد بيها درجات يعني مش بفلوس دي when replying to a message please use the same subject line عشان يبقى برضو كله متتالي نفس الثريد respect other ideas and opinion feel free to disagree but express your disagreement respectful in a respectful manner ده مهم جدا عشان الطلاب ما نفاجئش ان هم بيتخانقوا سوا زي ما بيقولوا dont wait until the last minute to post your opinion ده يعني ما بنقولوش حطها بدري ولا بنقول له يستنى لحد الاخر ده كان كلامنا عن الديسكشن بورد واعتقد ان الامور هتبقى اوضح في الوقت اللي جاي باذن الله اللي هنتقسم فيه لجروب باذن الله لمده 10 دقائق ان شاء الله المطلوب من حضراتكم في البريك اوت رومز ديت ان احنا هنعمل engaging scenario في engaging scenario ده وليكن سيناريو صغير لسؤال هيتسأل في discussion board ايا كان ان كان ده هيبقى عبارة عن case ماشي حتى لو خرجنا عن بعض عن الطب مشكلة ارتفاع درجة الحرارة مشكلة ارتفاع الاسعار ونبدأ نحط discussion board ليها زي ما قلنا من شوية موضوع الكورونا ازدحام منطقه معينه فيها ازدحام المشكله السكانيه ايا كان احنا عايزين بس نعمل اهم حاجه عندنا انجيجنج سيناريو ايا كان هذا السيناريو ونحط عليه سؤال ده تقريبا عايز حضراتكم تخلصوها في 5 دقائق الخمس دقائق الثانيه حضراتكم هتحطوا كرايتيريا للتقييم هتقيموا الدسكشن بورد دي ازاي انا عايز بس كرايتيريا 1 2 3 4 هنقيمه على عدد البوست اللي هيحطها الكواليتي بتاعه البوست حطها بدري ولا متاخر الجرامر التايب اللي موجوده فيه ايا كان نتفق على كرايتيريا ومش عايز تفاصيل الكرايتيريا النهارده لان الكرايتيريا دي هنتكلم عنها بالتفاصيل واحنا بنتكلم على ديزايننج روبريك المره الجايه يبقى حضراتكم احنا هنعمل جروب احنا عددنا 33 يعني ممكن نعمل 6 جروب او ماشي نخليها 5 جروب عشان نلحق ناخد يعني امثله من حضراتكم باذن الله في 5 دقائق كل جروب تقدم لنا في دقيقتين يبقى هنعمل 5 جروب في البريك اوت رومز وانا هحاول كده ان انا الف على حضراتكم فيها مطلوب مننا حاجتين هنعمل سيناريو لديسكشن بورد وعليه السؤال الاول اللي احنا هنساله للطلبه للسيناريو ده وبعدين هتتفقوا مع بعض ايه هي الكرايتيريا اوف التقييم هتقيموهم على ايه في الاجابات بتاعتهم بالديسكشن بورد تمام كده خلاص نروح على الروم هنتقسم ازاي انا هعمل لكم حضراتكم دلوقتي حالا دلوقتي هتلاقوا كل مجموعه راحت في الجروب بس ادوني بالظبط نص دقيقه يبقى احنا عايزين 7 اتفقنا على 5 سوري 5 رومز وهتبقى كل روم فيها ما بين 6-7 حضراتكم دلوقتي هتنطلقوا الى الرومز وانا وراكم على طول باذن الله توكلنا على الله كده حضراتكم خلاص المفروض رحتم الى الروم كله يعمل جوين بس الروم هتجيله كده رساله يعمل جوين عشان يبقى راح الروم بتاعته لمدة 10 دقايق اي حد يدوس على جوين اي حد يدوس على جوين عشان يروح للجروب بتاعته السلام عليكم دكتورة ماجدة كتير في اقاليم وما عندهمش اي ليرنينج ولا بنعرف نوصل لهم دي اعتقد دي مشكله يعني نسالهم نعمل نوصل لهم ازاي يعني انا مع حضرتك والله في هذه المشكله والله بس يعني لان فعلا احنا يعني احنا عندنا طلبه مش عارفين نوصل لهم بجد يعني صح يعني بنفتح معاهم مره و10
عدد كبير حضرتك. وعدد كبير اعضاء التدريس، اعضاء التدريس نفسهم ما عندهمش اكسبيرينس بالاونلاين، حتى ما عندهمش، يكونوا في اقاليم وقرى مش عندهم شبكه الانترنت بهذه الدرجه اللي يعني اذا كنا احنا هنا بنعاني منه. البلد بحضرتك في بعدين جامعه الازهر طلبه بتضحك اكترهم من الاقاليم، صح، والليفل بتاعهم شويه لو ستاندر او ميديوم. بس هم اساسا طبعا ما بيحضروش في الكليه، يعني هم زي بيقولوا مطالبين ان هم يحضروا اونلاين. يعني شويه كده وشويه. طيب اعضاء هيئه التدريس نفسهم بعضهم رفض ان هو رفض الاونلاين كمان. طيب استاذن حضراتكم بقى نشتغل في الدسكشن برضه، احسن احنا كده دي نفسها عايزه لها ورشه عمل لوحدها موضوع التشالنج دي، فتشتغلوا بعد اذنكم في الدسكشن برضه، تحاولوا تجيبوا لنا انجيجنج سيناريو. الحمد لله حضراتكم معانا النهارده، يبقى الحمد لله عندكم نت الحمد لله. فنعمل سؤال للدسكشن برضه وبعدين نشوف حل بقى للمشكله الكبيره دي حضراتكم يعني. طيب استاذن انا حضراتكم عشان اروح روم ثانيه واسيب حضراتكم انتوا بقى يعني، وفي انتظار ناخد الفيدباك منكم باذن الله. شكرا شكرا جزيلا. ميرسي يا دكتور. العفو، ربنا. ولا احنا هنقوله حضرتك لما يقول لنا عدد حد يفتح المايك ويقول نعم، ولا حضرتك الدكتور محمد لما يقول مثلا جروب 2 يعدد لحد هيفتح المايك ويقول؟ لا، ما احنا المفروض نكتب يعني نعمل سيناريو للديسكشن كويستشن كده الطلبه يجاوبوا عليه يبتدوا يتناقشوا فيه. بس انا بقول لك مش عارفه هنكتبه فين، يعني هل احنا هنكتب على ينفع يا دكتور ان حضرتك مثلا حضراتكم تقولوا وانا اكتبه على وورد وبعدين نبقى نقرا عليه؟ طيب اوكي اوكي ماشي. ممكن كده يا دكتوره مر، ممكن. طيب ممكن اقترح اتفضل يا دكتور حاتم اقترح. During second pandemic of corona ايوه the standard precautions are still very important to overcome this virus. ده كالسيناريو الاولاني. ماشي يا دكتور. during 38.5 وايمان زودت ان هي اسوشيتد بريز دروس اوف سميل. اسال او حاجه حضراتكم، سلام عليكم الاول، لو في اي حاجه تحت امركم انا جاهز، يعني لو في اي استفسار او حاجه. وايت بورد مش عارفين ما بيكتبش. احنا بنكتب في ورقه حتى حضرتك. طب خلاص انا ليه طب ليه بقى الهوايت بورد ما بتكتبش؟ المفروض ان هي تكتب. كان على القلم، بتك على القلم. احنا كتبنا في ورقه بس علشان نحافظ على الوقت. اتعرفناش عشان احنا فاضل 4 دقايق حضرتك خدامة، يبقى كده كده الله ينور عليكم لحد ما نشوف حل ليها يعني. طيب اوكي اسيبكم مع التركوش بقى عشان اروح روم تاني. السلام عليكم. اوكي دكتور محمد، شكرا لحضرتك. بتكتب اهي ما شاء الله. طب خلاص اسيبكم بقى اكتبوا براحتكم. طب شكرا لحضرتك. طيب يسلمك، الف سلامة. في حاجة على الموضوع على المضمون وفي حاجة على الشكل. دكتور محمد معانا هو دلوقتي. أيوة السلام عليكم، أنا جاي هو دكتور. احنا المفروض نحط له في السيناريو حاجة لينك كده تحبز مثلا ميكانيزم معينة بالذات عن الثلاثة، يعني ما هو احنا قلنا 24 حاجة زي يقول انهي ميكانيزم بالظبط. احنا السيناريو حاسة ان هو مفتوح شوية. انا طبعا ما سمعتش السيناريو بس ما فيش مشكله، ده هو كل ما يكون مفتوح هيدي دكتوره اسماء يعني نقاش اكتر ويفتح النقاش اكتر خير وبركه. ما فيش مشكله ان يكون السيناريو يعني يفتح باب هو احنا حطينا سيناريو صغير فحضرتك تحب تسمعه من الدكتوره اسماء؟ لا ما انا هسمعه بقى لما نروح، لان هو فاضل دلوقتي دقيقتين عشان تلحقوا تقولوا الكرايتيريا اوف تقييم وانا الحق اروح. الكرايتيريا اللي هتقيموا بيها البوست بتاعت الولاد والبنات هيحطوا ايه، فانتوا عايزين كرايتيريا لتقييمه.
تمام. نقول فل نقول قولوا بقى براحتكم وانا هستاذنكم عشان الحروح يعني. نقول السلام عليكم. ال specific elements حضرتك دخلت معانا يا دكتور محمد. انا عشان بطمن بس ان الامور ماشيه. دخلت علينا كده فجاه. لا هو انا في الوقت الحرج يعني. طب خلاص انا مش هتكلم عشان تكمل انه فاضل. لا لا احنا خلاص المسلم دخل في الموضوع وهو اللي هيخش. طيب خلاص براحتكم. هو حضرتك احنا اخترنا موضوع البالور. جميل. وحنسيغه في على هيئه سيناريو. هنقول seven years old boy presented to the pediatric clinic. The mother complains of his son. Physical ability. اللي هو في lack of concentration with decrease school performance. وبعد on examination we found that the patient is pallor, having pallor. ونكتب وبعدين نكتب التمبريتشر والهارت ريت والريسبيريتوري. ممتاز. ان الفايتال ساينز هتبقى عنده تاكي كارديا. وبعدين هنقول له بقى وات از يور ديفرنشال دايجنوز. حضرتك دخلت على طول على الديفرنشال دايجنوز يعني. لا لا ايوه هنقول الديفرنت كوزز اوف بالور. ممتاز عشان تبقى سرت فيها نقاش طويل زي ما بيقولوا كده. وبعدين هقول له حضرتك ان الاذر examination of the baby مفيش other unremarkable. يعني مثلا الأورجانوميجالي عشان اكسكلود الحاجات التانية. I mean الاير ديفيشنسي انيميا مثلا. ممتاز. حلو يا دكتور. ممتاز. يبقى انت كمان يعني ده بقى اللي احنا بنسميه ايه engaging scenario. يعني انت كده فعلا يبقى جزء منه learning جزء منه في الاسسمنت. ممتاز كده يا دكتور. طيب كمان عشان منهم other investigation. ممتاز. وبس حضرتك ايه وخلوا بقى الاسئله دي هتبقى ايه على مراحل. يعني مش هنسال لو انا هعمله open book exam. لو اوبن بوك اكزام هديله الاسئله كلها. لو هديه ديسكشن بورد يبقى انا هبدا معاه اسبوع باسبوع على حسب اللي انا بدرسه له. كمان لو حاجه بتدرس كل اربع ايام. الله ينور عليك يا دكتور. ممتاز كده. يبقى انا فعلا بيبني عليه عشان برضه هو لما يدخل يتناقش ويتناقشوا مع بعض يبقى في زي ما حضرتك تفضلت كده نولج سابقه لي. ماشي الدكتور مسلم ناصر. يا اهلا وسهلا يا دكتور. فرصه عاليه جدا بيكم كلكم. والله سعيد جدا ان انا معاكم النهارده. طب احنا هنرجع بقى للمين روم ونسمعكم كلكم مع بعض باذن الله ان شاء الله. يلا استاذنكم بعد اذنكم. تمام اتفضل. هو في صوت ولا ما في صوت؟ انا مش شايفه فيها صوت. انا مع حضرتك يا دكتوره. الحمد لله على سلامه الرجوع وفي انتظار الباقيين ان شاء الله يرجعوا لنا تاني بالسلامه ان شاء الله للمين روم ان شاء الله. يعني ثواني كده وبعدين ناخد الدسكشن تاني لان هو ما شاء الله يعني 25 جمعه يعني لسه فاضل لنا جروب او تو جروب لسه ما جوش لسه في الفروم بتاعتهم مش عارف يعني في الطريق بس تلاقي يمكن كانوا هم فروم بعيده شويه. معلش يا دكتور محمد انا نسيت الجوم بتاعتنا رقم كام. يا اهلا وسهلا. طب كتبت كل حاجه الا رقم الجوم تقريبا 4 أو 1. طب خير ان شاء الله. حد بقى من اللي كانوا مع حضرتك يفكرك لان انا الرومز خلاص انا كل رجع فما عادش عندي اي معلومات سابقه عن الرومز. اوكي خلاص. هيبان كمان. بالظبط. هتعرفي كنت بتتكلموا لو الدكتوره زينب ما يعني سامعاني تقول لي. طب كويس. محمد ما تنساش تبقى تقول لنا بتعمل الرقم ازاي بتاع الروم. الروم الاولانيه دي اللي هي اسمها ايه؟ قلنا اسمها ايه؟ بريكنج اوت. بريك اوت. لا مش البريك اوت الثانية. الاولانية المنتي اللي هو المنتي. 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 حاضر. يبقى دي بقى يعني نديلها وقت كده. هو برنامج لطيف حضرتك واستخدامه سهل ان شاء الله باذن الله. يعني اقول لكم عليه ده بسيط ان شاء الله وربنا يسهل حتى
نعمله فيديو كده باذن الله ونشاركه مع حضراتكم باذن الله. حلو قوي فيديو. يا ريت يا دكتور، يا ريت بين التو سيشنز يعني حضرتك تعملها لنا كده. حاضر، سهلا ان شاء الله باذن الله. يعني مش انها يعني مش مش انا بعتها في اي حته يعني. لا مفيش مشكله على اليوتيوب، لا حتى عشان هو فعلا مهم، وان هو فعلا وده جزء من هدفنا النهارده حضراتكم، ان هو فعلا يعني نخلي ازاي السيشن بتاعتنا بصفه عامه انتر اكت، سواء كانت محاضره سواء كانت ويبينار زي ده، ايا كان ازاي ان احنا نخلينا انتر اكتف. وكمان هو البرنامج ده بس حضراتكم ان هو بيديني الداتا بقدر احتفظ بيها، دي برضو من احد المميزات بتاعته. وهل حضرتك بتعرف مين اللي قال ايه؟ لا ما بعرفش حضرتك، طمني. لا مش بعرفش. في برامج تانية يعني زي بيقولوا لها نفس الفكره، يعني في الكهوت بيبقى الفكره في حضراتكم ان الطلبه او اللي بيشاركوا بيحط لهم زي نيك نيم كده، عشان بتبقى في كومبيتيشن في الاسئله، هو مين جاب درجه اعلى من الثاني وهكذا. فده بس ده يعني زي بيقولوا يعني الكترونيك برضو تاني برضو حضرتك كهوت برضو نفس الفكره، بس يعني قائم على حته التنافسيه، بحيث ان الطلبه يبقى في العارف ايه مين جاب اعلى ومين جاوب قبل الثاني، فبيدي نوع كده من اللي بيخلي الطلبه مشاركتهم اكتر شويه. فكل كل كل تولز بتبقى لها يعني ايه الاستخدام بتاعها بما يخدم الغرض منها. تمام. طيب خلونا بقى نرجع تاني لحضراتكم ونسمع من جروب واحد او اي جروب تفضلوا. احنا يعني ايه هناخد 5 دقائق بالظبط في نسمع السيناريو، يعني هنحاول بقدر المستطاع كل جروب كده دقيقتين يقولوا لنا السيناريو والكرايتيريا اوف اسسمنت، هنقيم الطلبه ازاي. فالمجال مع جروب واحد تفضلوا حضراتكم. المشكلة مش فاكرة جروب واحد ده احنا ولا اي يعني اتفضلوا اي واضح يا دكتور محمد ان كلنا نسينا الجروبات بتاعتنا. ده الموضوع هو دكتور مسلم شايفين مسلم جروب 3 خلاص مسلم جروب 3. طيب ايوه احنا مع حضرتك يا دكتور مسلم، اتفضل. اهلا بيك يا تهيألي كلكم مع دكتور مسلم، ممكن الدكتور مسلم يا صدر مسلم. احنا خلاص حطينا الروم كلها مع دكتور مسلم. اهلا دكتور مسلم، زي حضرتك. اهلا دكتور عفافي، اهلا بيكم جميعا. هو احنا اخذنا الموضوع التوبيك اللي هيناقش الانيميا، جبنا له فينيت السيفن يير اولد بوي بريزنتد تو زي بيدياتريك كلينيك ويز هيز ماذر، ذا ماذر كومبلينز اوف easy fatigability, lack of concentration, and decreased school performance. Okay. On examination, we found there is pallor, there is no jaundice, no cyanosis. وبعدين حنقول ال vital signs, the temperature 37, the heart rate 110. I mean, in العيان ده عنده tachycardia. The blood pressure is 100 over 70. Other examination of the baby and reliable. السؤال الأولاني والنقطة الأولانية هنسأله فيها اللي هو what is the professional diagnosis؟ وعايمين إنه هيقول أنيميا. تمام. وبعدين هقول له بعد كده إيه الـ differential diagnosis؟ عشان يإكسكلود الـ hemolytic anemias والهيموراجيك والانيميا ديو تو اللي هو ابلاستيك انيميا او بارو ابليزيا او الاذر كوزز اوف انيميا. بعد كده هاو تو ريتش الفاينل دايجنوزز، هيقول ثرو الانفستيجيشن اذا كان هيقول السي بي سي، وهيقول الايرن بروفايل لو هو حاطط الايه الايرن ديفيشنسي انيميا از الفيرست موست لايك. بعد كده هقول له وات ذا مانجمنت، هيقول لي الايرن ثيرابي، وهيقول لي الدوز بتاعت الايرن اللي هو 6 ملي جرام بير كي جي بودي ويت اليمنتال ايرن بير دي، وان ده هيستمر اتليست فور 2 دايز. الريسبونس ممكن نشوفه فولو اب بعد كده بالريتيكولوسايت والهيموجلوبين رايز. حلو. وده ممكن نديه خلال اسبوعين ثلاثه بس بعد ما يكون خطى التوبيك بتاع الانيميا كله والكوزز اوف انيميا. حلو يا دكتور، ممتاز. طيب
جميل جدا ان حضرتك لفت نظرنا لاكثر من نقطه في هذا السيناريو. يعني هو زي ما بيقولوا ده نقدر نعتبره اللي هو انجيجنج سيناريو، سيناريو مغطي كذا جزئيه زي ما بيقولوا انتجريتد، وفي الوقت نفسه حضرتك مركز جدا على موضوع اللي هي البراير نوليدج، ان هو يكون الطلبه دول عندهم نوليدج في الموضوع من قبلها. طيب ده كده انا الاسئله دي لو انا هديها له كلها مره واحده ده كده زي ما كنا بنقول لحضراتكم دي تمشي لو هو اوبن اكزام. طب لو انا هعمله كدسكشن بورد، هل هيبقى اديله الاسئله كلها مره واحده ولا هقسم الاسئله دي على مرات؟ لا هنقسمها يا فندم على مرات. ممتاز، يبقى ممتاز جدا. يبقى لو ده دسكشن بورد يبقى ده هقسمه على مرات. طيب يتبقى السؤال بقى، انت حضرتك الكرايتيريا اوف اسسمنت هتقيم الطالب ده، الطلبه دول في الدسكشن بورد هتقيمه على اي اساس؟ اكوردنج تو زير بوستس according to presentation. اعتقد ممكن نخليهم يعملوا presentation ونقيمه. لا احنا حضرتك بنتكلم في الدسكشن بورد، انا عايز اقيم هم في الدسكشن بورد هم بيعملوا دسكشن، بس انا عايز ادي عايز اخليها اوبجكتيف. فهخليها اوبجكتيف ازاي؟ through assessment of their posts. ايوه بقى يبقى اديني نقاط حضرتك بقى دكتور مسلم، زي ايه ايه بقى زير بوست هيبقى فيها ايه؟ يعني البوست بتاعه هل له روبريك؟ انا كمان بالنسبه لي انا هحط له روبريك عشان لما اجي اعمل له ماركينج لو كان ده صح. طيب ممتاز. يعني انا اقول على مثلا الايتيولوجي احط على 20% من الدرجه، ماشي. اقول على الكلينيكال والكلينيكال برزنتيشن سي احط عليها 20 درجه، وبعدين الانفستيجيشن 20 درجه 20% سوري من التوتال، ماشي. طيب يبقى كل اللي حضرتك بتقوله ده اللي هو جزئيه الايه النولج بتاعتهم وقسمتها على درجات. في كرايتيريا تاني ممكن حضرتك تحطها للبوست بتاعتهم على الدسكشن بورد؟ طبعا الاندرستاندنج، يعني هقول الاندرستاندنج هيغطي لي بقى الباك الميكانيزمز اوف انيميا اذر ديفيشنسي انيميا to specific elements او specific hormones or either hemolytic anemias or either blood loss لما يكون acute انيميا او ايزر ان هو يكون chronic disease. ماشي يا دكتور. اوكي طيب احنا بس انا كده يعني متفقين. انا بس هاخد من حضرتك نقطه مهمه انت قلتها ان انت هتعمل له روبريك. انا مش هدخل في تفاصيل الروبريك لان انا لسه يعني هقول ايه، انا لسه مش ما عنديش معلومات قوي عن الروبريك عشان اخد تفاصيله هنتكلم عنه بالتفصيل. بس حضرتك ما شاء الله جبت لنا الخلاصه ان انت هتستخدم روبريك. فخلونا النهارده كده نشوف بس هو شكل الروبريك ده بيبقى عامل ازاي، مجرد بس نشوف شكله بس عشان المره الجايه لما نتكلم عنه هنقول احنا عايزين نقيم هذا الروبريك. فخلينا نشوفه وهستاذن حضراتكم. يعني انا كان نفسي ناخد من كل الجروبز بس على الاقل احنا حتى ممكن تشير اللي انتوا كتبتوه مع بعض مثلا مع الدكتوره عفاف ونشوفه، بحيث ان عشان الوقت اللي لسه عندنا جزئيه كمان عايزين نغطيها. طيب شكرا دكتور مسلم وشكرا للجروب وشكرا لحضراتكم جميعا. واتمنى ان تكون فكره البريك اوت رومز يعني حسينا فيها باستفاده، استفاده ان احنا ناقشنا مع بعض حتى لو كان طبعا وقتها قصير، بس قعدنا مع بعض اتكلمنا كبريك اوت كسمول جروب. انا حاولت ان انا الف على كل الجروب، فاذا ممكن دي نقدر نستخدمها مع الاستودنت احنا كمان. طيب ادي شكل الروبريك اهو حضراتكم. انا دي اللي كنت بسال حضراتكم عليها، انا بحط كرايتيريا ونسيبنا من بقيه التفاصيل بتاعت اللي هي كل كرايتيريا الهاي كواليتي والجود كواليتي والنيد امبروفمنت عامله ازاي. هنا مثلا حاطين انا الكرايتيريا ايه، نمبر اوف بوست، وبعدين حاطط الجرامر والميكانكس، حاطط الكلاريتي، بريزنتيشن اوف ريليفانس اوف ايفيدنس والاوريجينال سوت. دي مثال، يبقى دي الكرايتيريا اللي هم في المثال الاول ده. انا هبعت لحضراتكم الروبريك ده لان انا عايز المره الجايه ان شاء الله انتوا هتقيموه تقولوا لي ده ينفع ولا لا. ده روبريك تاني حط الريسبونس تو كويتش، الريسبونس تو اذر ستودنت والريسك تيكينج. ده والله هو شايف ان دي هي دي الكرايتيريا بتاعته. في واحد تاني كاتب الكواليتي اوف بوستنج، كواليتي اوف ريبلاي، اندرستاندنج اوف ريدنج اند اوتسايد سورس ماتيريال. هنا حاطين 1 2 0 ل 4 وحاططها كلها على بعضها. ممكن اقول لا ده انا ما ينفعنيش الروبريك بالشكل ده. هنا حاطط برضو حضراتكم درجات من 25، قال والله اللي هيحط الكرايتيريا اللي هم الخمسه الاولين دول هديله من 22 ل 25، ده من 19 ل 22 ثاني واحد، بعدين اقل من 18 حسب الكرايتيريا. سو دول ديفرنت تولز اوف ماركينج.
هبعتها لحضراتكم دول عشان دول انتوا تقيموها، ويبقى المره الجايه لما نيجي نتكلم عن الروبريك نقول لكم دي بعض اشكال الروبريك اللي ممكن نستخدمها. يبقى ده كده حضراتكم كده كان الدسكشن بورد، واللي احنا ختمناه بنقاش حضراتكم اللي انتوا عملتوه مع بعض. واهم حاجه واحنا بنقول في الدسكشن بورد ان انا يكون عندي انجيجينج سيناريو. انجيجينج سيناريو ليه؟ الطلبه ان هم يبقوا انجيج، زي ما شاء الله الدكتور مسلم الصراحه ادتولنا سيناريو هايل. والنهارده انا مش محتاج اتكلم على الاوبن بوك اكزام، لان اللي انتوا قلتوه ده ممكن استخدمه كدسكشن بورد وممكن استخدمه كاوبن بوك اكزام بنفس الكرايتيريا دي. وطبعا الاوبن بوك اكزام يعني هيبقى فيه شويه تفاصيل ثانيه عنده ان شاء الله نغطيها في المرات اللي جايه باذن الله. طيب يبقى ده كان واحده من التولز اللي زي ما بيقولوا الايه المش مستخدمه، نادرا ما حد يستخدم لي تولز زي الدسكشن بورد في الاسسمنت. وده كان جزء من اهدافي النهارده ان احنا نخرج بره الستاندرد زي ما انت قلت لي كده في البدايه او التراديشنال اسسمنت. طيب خلينا نروح لحاجه ثانيه اللي هو الاي بورتفوليو او ملف اعمال الطالب الالكتروني. الاي بورتفوليو زي البورتفوليو العادي، زي ملف الاعمال، ساعات الناس بيسموه حافظه الاعمال ايا كان. والجود نيوز يعني زي ما بيقولوا كده في البدايه، طالما حضراتكم عندكم موديل يبقى انا اقدر استخدم البورتفوليو، لان الموديل والبلاك بورد فيها تولز تسهل لي موضوع ان انا استعمل اي بورتفوليو. طب لو ما عنديش، عندنا جوجل درايف ممكن استخدمه في عمل الاي بورتفوليو، الدروب بوكس ممكن استخدمه، يبقى انا مش هبقى واقف عاجز عن ان انا اعمل ملف اعمال الكتروني او اي بورتفوليو لو انا ما عنديش ليرنينج مانجمنت سيستم. لان هو البورتفوليو عباره عن كولكشن اوف الكترونيك ايفيدنس اسامبلد اند مانج باي ذا ستودنت يوجوالي على ال ام اس. بس اتفقنا لو ما فيش ال ام اس ما فيش ليرنينج مانجمنت سيستم اقدر استخدم. هي بتبقى عباره عن الكترونيك ايفيدنس، ممكن تبقى فيها تكست، الكترونيك فايلز، ايمج، مالتي ميديا، بلوج، مدونات هو عاملها، انترز اند هايبر لينك. يبقى كلها حاجات الكترونيك ممكن هو بيعملها. ممكن بقى جزء من الاساينمنت اللي انا اللي هو بيعمله اقول له جمعه في البورتفوليو بتاعك في صوره الكترونيك، في صوره ديجيتال. حضراتكم لما عملنا المنتي قلتوا لي موضوع الريفليكشن، الريفليكشن جزء لا يتجزا من البورتفوليو، عشان كده احنا يعني ساعات بنتكلم فيه في السيشن دي او بنخلي له سيشن في الاخر خالص باذن الله. طيب يبقى عباره عن الكترونيك كومبايليشن اوف اكاديميك بيرسونال اند بروفيشنال ديفلوبمنت. وطبعا في ده حتى بقى دلوقتي اولادنا وبناتنا في المدارس بيعملوا لهم بورتفوليو الصغيرين، ويفضل ماشي معاه من سنه اولى لحد جريد 6، وبعد كده يبقى عامل زي السي في بتاعته عمال يجمع فيه معلومات بتاعته. ممكن يبقى ادمنستريت سكيلز، هنا بقى على فكره الكلينيكال والبراكتيكال ممكن اعمل له اسسمنت، اخليه لو بيروح المستشفى اقول له صور فيديو، وطبعا بقى فيها حته الاسكس والكلام ده، انا ممكن اقول له ان هو يعمل سيميوليشن لاكزامينيشن في الكلينيكال سكيل لاب بس على سبيل المثال ويصوره، يبقى ده جزء من البورتفوليو بتاعه. الريفليكشن زي ما اتفقنا، والكورس اتشيفمنت. هو بيبقى عباره عن شو كيس ان هو الاستودنت بيظهر افضل ما عنده من الشغل بتاعه. البورتفوليو حضراتكم جزئين، بروسيس اللي هو تجميع الكرييشن ليه وتجميع الداتا، وبرودكت في الاخر هيبقى عنده برودكت موجود في الورك بتاعه اللي انا بقى ممكن زي ما قلت حقه ده يخليه سي في لما يجي ياخد نيابه او ياخد معيد يقدم البورتفوليو بتاعه، او في السنه الواحده في نهايتها هيبقى البورتفوليو ده عليه درجات. احنا كنا بنخلي عليه 20% منهم 10% على الريفليكشن و10% على اللي احنا بنسميها الحاجات اللي بيجمعها دي بنسميها الارتيفاكت اللي هو مجمعها. طيب فممكن تكون زي ما قلنا تكست فايل فيها على فكره بقى موضوع الثينكينج، ممكن حتى البروبلم سولفنج كانوا زمايلنا في التمريض بيدوا للبنات كيسز ويحلوها ويكتبوا الانتربريتيشن بتاع الداتا ريزلت واللاب ومش عارف ايه فبيحطوها، واحنا طبعا بالنسبه لنا سهل جدا في الطب يبقى نفس القصه كده. ممكن يبقى ايمج، اوديو حاجه مسجلها او بروجكت عاملينه مع بعض، ممكن يكون فيديو. يبقى ده لان احنا يعني هنا بقى هنا ميزه الميديا بقى ان انا في وجود الميديا ان انا اقدر استفيد من الحاجات التولز اللي انا ممكن اعملها. البورتفوليو محتاج ان انا من بدايه السمستر ان انا اعمل اورنس للطلبه ليه. طبعا لو انا بستخدمه في ليرنينج مانجمنت سيستم لازم انا اكون متدرب عليه والطلبه متدربين عليه. افعل موضوع البير ريفيو، هم يقيموا بعض، وده هيقلل لي موضوع الكومبيتيشن، لان هو على فكره البورتفوليو ده يمكن لما هنتكلم المره الجايه على البرفورمانس اسسمنت هو واحد من البرفورمانس اسسمنت. الطالب من بدايه السنه عارف هياخد درجات على ايه وعارف ايه اللي المفروض يعمله.
وبالعكس هو لو في تعاون مفيش مشكله خالص، تعاونوا مع بعض والاثنين طلعوا حاجه كويسه هياخدوا الدرجات، دي احد المميزات بتاعته. طيب بس في تشالنج برضو زي الدسكشن بورد، ان مش كل الستودنت هيبقى فاهمين هو ايه اللي مطلوب مني، ده ايه اللي بيقولوا لنا بورتفوليو وجمعوا حاجات. فلازم انا يعني كنا بنعمل كده حضراتكم الصراحه، كنا بندي سيشن لزمايلنا اعضاء عضوات هيئه التدريس وللطلبه، نقول لهم البورتفوليو بتعمل حتى جزء التكنيكال ازاي بتحطه على البلاك بورد وازاي بتحط الفايلز وبتجمعها الى اخره. لو البلاك لو البلاتفورم اللي هم بيستخدموه مش فريندلي يوزد وفي صعوبه هيبقوا ستريس، لانه عارف ان عليه درجه فهيبقى خايف ان الدرجات تروح منه لو اتاخر مثلا. ممكن لما يحس بقى ان هو الموضوع ده عمليه شاقه بالنسبه له، انت مطلوب منك تحط تكست وتعمل ريفليكشن وتجيب صور وفيديو، فبالتالي محتاج ان انا اديهوله من اول السنه واقول له ابدا اشتغل عليه على مراحل، كل شهر اعمل حاجه ووريهاني واديك فيدباك عليها وهكذا. عشان كده انا محتاج ان انا تو اكسبلين الريزونينج، هو احنا ليه بنعمل بورتفوليو ده من البدايه. وانا كمان اكون برضو متدرب على الموديل، لو الموديل فيها البورتفوليو بيتعمل عليها ابقى عارف بيتعمل ازاي، او البلاك بورد نفس القصه. هنا الانستراكشن مهمه جدا، الطالب يبقى معروف منه انت ايه اللي هتحطه بالظبط، هتتحاسب على ايه الدرجات اللي هتتحاسب عليها، ايه هي الكونتنت هتقدمها امتى الى اخره. وزي ما اتفقنا نقسمه الاجزاء، سكفولدنج للبورتفوليو بروجكت انتو سيفرال سمولر كومبوننت، هنقول له مثلا انت في الشهر الاول محتاج تحط 2 كيسز انت شفتهم عملت لهم اكزامينيشن، في الشهر الثاني انت هتحط فيديو لحاجه او باوربوينت برزنتيشن لحاجه، الشهر الاخير ده بتاع الريفليكشن. يبقى هو عارف ان هو متقسم وانا همتابعك اول باول، اللي تخلصه خليني اشوف. ارجع تاني اقول برضو النقطه اللي حضراتكم اثرتوها بتاعه الاعداد والاعداد الكبيره هتبقى صعبه عمليه التقييم، لازم دي يساعدونا فيها زمايلنا وزميلاتنا المدرسين المساعدين والمعيدين يبقوا معانا في القصه دي، لازم ندربهم وهم يبقوا معانا فيها عشان نقدر نسد. لازم الروبريك، وهنشوف مثال للروبريك دلوقتي لتقييم البورتفوليو. ممكن اقول له اعمل سبميت للبورتفوليو درافت، بحيث ان انا يبقى عارف ايه البيست براكتس وايه النص نص وايه اللي مش كويس. موضوع الريفليكشن كنا بندربهم ازاي يكتبوا، بالذات الطلبه اللي في اولى وثانيه ازاي يكتب ريفليكشن، واقعد معاه مره واتنين لحد ما يبقى عارف ان موضوع الريفليكشن ده بقى جزء من حياته. ثينكينج بروسيس، ازاي يبقى يفكر هو ايه اللي استفاد منه ايه اللي ما استفادش منه، ازاي يحسن نفسه. كنا بنديها لهم في صوره اللي احنا بنسميها الريفليكتيف جورنال، اسئله What is the best? What did you learn from the experience? What did you need to improve your skills or knowledge? فبتبقى عبارة عن مجموعة أسئلة بيجاوبها. نخلينا flexible مع الستودنت. يعني هنقول له 2 cases أنت محتاج تعملهم فيديو أو محتاج إن أنت تعملهم باوربوينت أو whatever، فإحنا flexible في المطلوب، نديله كذا أوبشن. مش هنخلينا flexible قوي بس على الأقل نديله أوبشن. ممكن نقول له اعمله physical portfolio وصوره وخليها PDF مثلا على سبيل المثال. ممكن يعمله في بيرسونال ويب سايت اللي هي الويكي مثلا، يعمل له ويكي يحطها او بلوج، يستخدم باوربوينت برزنتيشن، يكتب الريفليكتيف جورنال، مهمه جدا. ده لو عندنا البلاك بورد، ده موجود على البلاك بورد، واعتقد نفس الفكره في الموديل. الستودنت بيعمل البورتفوليو بتاعه، بيحط اللي احنا بنسميها الارتيفاكت، وبعد ما بيخلص بيعمل لها شير معايا. انا بدي له فيدباك الكترونيك، هو ممكن يرد يعمل كومنت وانا اعمل كومنت، فبيبقى عامل زي ديالوج رايح جاي ما بيني وما بين الاستوديو، بيبقى بالشكل ده كده بالظبط. هو بيعمل البورتفوليو بتاعه، انا بعمل له كومنت ارجعه له، هو يعمل كومنت، ودي اللي هي الارتيفاكت اللي هي الكومبوننت بتاعه البورتفوليو بتاع البلاك بورد. اعتقد الموديل هتبقى نفس الفكره. طيب احنا يمكن عشان الوقت هو المفروض كنا نعمل جروب بنفس القصه، بس يمكن عشان الوقت احنا هنستبدل الجروبز البريك اوت رومز بان احنا نفتح ديسكشن. احنا عملنا الروبريك دلوقتي، عايز اسال حضراتكم انتوا هتقيموه ازاي؟ ايه هي فاكرين الكرايتيريا بتاعت الديسكشن بورد؟ دلوقتي هسال حضراتكم ايه الكرايتيريا بتاعت تقييم البورتفوليو. طبعا قبل ما اسالها لو في اي استفسار او حاجه تخص البورتفوليو تحت امر حضراتكم، وبعد كده قولوا لي هنقيمه ازاي. المايك مع حضراتكم، يعني كل اذان صاغيه. ممكن الكونتنت وترتيب الكونتنت، اذا كان عامل اندكس للكونتنت بتاعه.
ممتاز. يبقى الكونتنت والاندكس بتاعها. ممتاز يا دكتور. ايه تاني ككريتيريا اوف تقييم؟ صح ممتاز. ممكن النمبر اوف ايتمز اللي هو عاملها، يعني عامل مثلا حالات في الاول زي ما حضرتك قلت، عامل فيديو، عامل الريفليكشن، دول كده ثلاث حالات حاجات. أوكي. على الاقل يعني عامل مثلا، بيشتغل مثلا على الانسيجن اكاديمي. حلو. يعني التنوع. التنوع. حلو. يبقى في حاجتين، التنوع واللي هي الكومبليتنس، يعني هي كومبليت الحاجه موجوده والدايفرسيتي بتاعتها. ممتاز، هايل هايل حضراتكم كده. ايه تاني كرايتيريا ممكن احطها؟ اقول لحضرتك خبرتنا بالنسبه في طبعا هو ده الهدف، ان انت احنا نستفيد من خبره حضراتكم. اتفضل يا دكتور. احنا عاملين اول ما عملنا البورتفوليو عملناه على هيئه اللي هو الهارد كوبي. ممتاز. الفيزيكال بورتفوليو. ممتاز. الفيزيكال بورتفوليو حطينا فيه اولا الاستادي جايد بتاعت الموديول ده. انت عليك ايه محاضرات واسامي المحاضرين وتواريخها، وفي كل محاضره بيحضر المفروض ان الام بالتدريس بيمضي له او يوقع له ويقول عليه. عنده برضه السمول جروبس اللي هي في البراكتيكال، انا بتكلم على البيزك ساينس. ماشي يا دكتور. سائل سمول جروب وسائل بروبلم بيزد ليرنينج برضه لازم بيبقى متحدد لكل موديول كام كيس بروبلم حسب عدد الاسابيع، بننقص منهم اثنين. يعني لو سبعه يبقى خمسه بروبلم، بحيث ان انا بديها له اول الاسبوع وبعدين بنشوفها اخر الاسبوع. تمام. طب معلش يا دكتور حسين، هو ايه الفرق بين كده البورتفوليو واللوج بوك؟ انا بقول ده لوج بوك. انا هقول لحضرتك اهو، اكمل بس. حضرتك كمان عندنا اللي هو بعد كده لو عملنا اي فورماتيف اسيسمنت او عملنا اي سمول جروب ديسكشن لازم يسجلها في البورتفوليو بتاعته، وسايبين لها اماكن يا فندم. يعني حاطين كيس 1 وحاطين اسم الكيس وحاطين لها سايبين لها المكان. ماشي. كذلك في التوتوريال. كمان عندنا افترضنا من ساعه ما الانسيجن اكاديمي لازم يخشوا على الانسيجن اكاديمي ويشاركوا في على الاقل 3 تيست المينيمم. تحددنا له في كل في كل سيمستر. واخد بقى. وبعدين في حتة مهمه جدا، الريفليكشن بتاع الطالب على كل حاجه، انا مش فهمت دي او ما عرفتش دي او. وبعدين الريفليكشن بتاع السوبرفايزر بتاعه او الاكاديميك ادفايزر بتاعه هيقول عليه خلال السنه ايه. وبعدين لازم يبقى في فيدباك ريجولر عشان اشوف الاشيفمنت بتاعه. حلو. ممتاز يا دكتور مسلم، جميل جدا. طيب يبقى انت حضرتك خليت ان جزء من الايفيدنس اوف اتندنس هو جزء في البورتفوليو، وهذا مقبول. اللوج بوك نفسه ممكن لو اعتبرنا زي ما الدكاتره قالوا كده ده لوج بوك، ممكن اللوج بوك نفسه يبقى جزء من البورتفوليو، لان احنا اتفقنا هو البورتفوليو ده عباره عن ايه؟ ايفيدنس اوف ستودنت ورك. ايا كان هذا الستودنت ورك اللي موجود، وانا اتفقت هو عباره عن كونتراكت بيني وبين الطالب، ان انا قلت ان ده ان انت عندك بورتفوليو ملف حط فيه، انا عايزك تحط فيه 1 2 3 4، ودي بفلوس، ده عليها 5 درجات ودي 5 درجات. وحضرتك قلت حاجتين مهمين جدا، جزء يخص الريفليكشن وجزء يخص الفيدباك، فده نقدر نعتبره يعني بورتفوليو متكامل. حضرتك عملته فيزيكال، ممكن نحوله الى الكترونيك باستخدام التولز اللي احنا نقدر نستخدمها. فده مثال يعني، ومثال مهم، ومثال مهم جدا لبورتفوليو. كل واحد بقى من حضراتكم في القسم بتاعه او في المكان بتاعه يفصله على حسب احتياجه، ممكن يحط ده كله، ممكن يحط اجزاء منه. وجميل جدا موضوع اللي هو الانسيشن اكاديمي ده جهايل جدا كمان، ده ايفيدنس. وخاصه حضرتك قلت 3، لا ده انا ممكن كمان بقى، ان احنا كنا بدانا كده في 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 بروجريس ان احنا نعملها زي ايه، هي السكيلز اللي الطالب المفروض من سنه اولى لسنه سته يطلع من عندنا من الكليه عنده السكيلز دي، تبقى تنفع لوك بوك وفي البورتفوليو. هنقول له مثلا انت من اول بقى الانسج ايا كان بقى، حط فيها زي ما حضرتك عايز، يبقى على ما يجي يتخرج يبقى كل الكلينيكال سكيلز اللي محتاجه طالب الطب يتخرج منها ممكن تبقى جزء من البورتفوليو بتاعه. وزي ما بيقولوا هو البورتفوليو فيه يعني دايما كده كلمه بنقولها، اتس ا كوميوليتيف، هو تراكمي،
فممكن يبقى من سنه لسنه عمال يجمع في بورتفوليو بتاعه، سواء بقى بعد شويه ممكن احط فيها زي ما حضرتك فضلت كده في البيزك ساينس البروبلم اللي شافها في الكلينيكال، الكيسز اللي شافها ايش، الكيسز اللي شافها في البطنه في الجراحه. الدكتوره مريم بتقول لنا نون ميديكال اكتيفيتي، ممتاز. انا ممكن انا عايز اشتغل خدمه مجتمع، او كل واحد هيحط في البورتفوليو اللي شايفه يفيد. عمل ريفيو ارتكل، عمل ريسيرش. والله انا احنا زي ما عشان احنا في سلايد احنا نخلينا فليكسبل مع الطلبه. المهم ان هو عارف ان في بورتفوليو وان ده عليه درجات. احنا النهارده بنتكلم ازاي نخليه اونلاين بورتفوليو او الكترونيك بورتفوليو ونخليه بدرجات. بنفس القصه دكتور مسلم ولحضراتكم جميعا، زي البارتيسيبيشن اون كونفرنس برضه نفس الحكايه. بنفس القصه اللي انتوا قلتوها لنا في الدسكشن بورد ان انا محتاج روبريك، انا برضو هنا محتاج روبريكس للبورتفوليو برضو ليه تقييمه. فانا برضو هعرض على حضراتكم مثال وهبعته للدكتوره عفاف باذن الله يكون مع حضراتكم عشان نقيمه المره الجايه باذن الله. مثال لبورتفوليو للكرايتيريا بتاعه التقييم اللي هي معظم حضراتكم قلتوها. هنا مثلا ده المثال اللي قدامنا، حاطين فيه ايه؟ selection of artifact. هم هنا كانوا سايبين الموضوع flexible للطلبه، يقول له حط artifact زي ما انت عايز بس مخليه، يقول له selection هو ايه اللي حاطه. use of multimedia، طبعا زي ما اتفقنا الريفليكشن، وبعض الناس بتخلي الريفليكشن على فكره ده حاجه لوحده غير البورتفوليو، بس يعني معظم الناس اتفقت زي ما حضرتك قلت كده الريفليكشن جزء من البورتفوليو. creativity and the purpose of the index، حضرتك في البدايه قلت لي الاندكس بتاعه الكونتنت بتاعته صح. الايز اوف نافيجيشن، وخاصه ان بنتكلم على الكترونيك، احنا بالنسبه لنا الايز اوف نافيجيشن لو انا بستخدم بلاتفورم ليرنينج مانجمنت سيستم فمش محتاج ان انا، بس برضه هل مرتب الحاجه كويس ولا لا؟ دول 1 2 3 4 5 كرايتيريا. انا ممكن انا بالنسبه لي احط ازود انقص على حسب ما انا شايف ان الطالب ده محتاج اقيمه على ايه بالظبط. موضوع الانسيشن اكاديمي ده مش موجود في اي حته، يبقى انا ده هيبقى جزء من البورتفوليو بتاعنا وهكذا. بس هو المبدا ان انا في النهايه طالما قلت بورتفوليو، او زي ما هنقول المره الجايه طالما بقول بيرفورمانس اسيسمنت، لان البورتفوليو ده واحد من البيرفورمانس اسيسمنت، يبقى بالتالي ضروري جدا يكون عندي بورتفوليو ليه تقييم هذا البيرفورمانس اسيسمنت. يبقى ده كان كلام حضرتك يا دكتور. الامتحانات، نعم الامتحانات والاكزام، يعني هنقول حضرتك مثلا عشان ما يبقاش فيه دوبليكيشن للدرجات، ممكن حاجه تكون فورماتيف تتحط، ممكن حاجه تكون سيلف اسيسمنت تتحط، انما الاكزام يعني الى حد ما هو خد خلاص خد الدرجات بتاعتها، وبالذات الحاجات اللي هي سامتيف ميد او فاينل خلاص دي خد درجات. انما عايز مثلا احط اخلي الكويز جزء منه مفيش مشكله، وتبقى درجه الكويز ده جزء من البورتفوليو يمشي الحال. انما انا ممكن اخليها الاوبن بوك اكزام جزء من البورتفوليو، ادي له كيس سيناريو مثلا وهيحله ويكتبها واقول له خليها ده جزء من البورتفوليو بتاعك، ان انت تكون مثلا خدت 2 اوبن بوك اكزام وحطيتهم جواه. في الكلينيكال زي ما حضرتك قلت كده، جزء من اللوك، لو جزء من اللوك بوك عندي اللي هو الورك بليس بيز اسيسمنت زي الميني كيكس او الدوبس او الكيس بيز اسيسمنت، ممكن يحط الشيت بتاعته. دول انت مطلوب منك تحط في البورتفوليو بتاعك مثلا 3 دوبس و2 ميني سي اكس مثلا على سبيل المثال، يبقى ده جزء من البورتفوليو بتاعه، وفيهم الفيدباك وفيهم امبروفمنت من مره للمره اللي تليها، ده ممكن وارد. هنرجع نقول تاني، هي الاسسمنت والبورتفوليو والدسكشن بورد والى اخره هي عباره عن تول بوكس، صندوق انا بطلع منه بستخدم اللي يناسبني. عشان نرجع تاني ونختم بيها، عشان اليوتيليتي فورمولا اللي كانت في الاول فاليديتي والريلابيلتي والامباكت والفيزابيلتي والويت والكوست، عشان اضمن ان الحاجات دي اتحققت، ما هي مش هتتحقق الا بوجود فرايتي اوف تولز اوف اسسمنت، والفرايتي دي لها طرق valid وreliable للتقييم إلى آخره. فبالتالي أنا النهاردة جزء من هدفنا النهاردة باستخدام أكثر من طول عشان الحفاظ على الكواليتي، عشان ما نقولش أصل الإلكترونيك compromise الكواليتي of assessment. فده كان حضراتكم كده البورتفوليو. يعني احنا كان عندنا بارتيسيبيشن ان ريسيرش ورك، ايوه دكتوره دايره فعلا ممكن ده انا نعتبره. الكرياتيفيتي زي ما هي موجوده هنا، فكل دي كرايتيريا فعلا للتقييم. طيب يعني عشان هو احنا دلوقتي انا طبعا يعني اقعد مفيش مشكله، بس انا مش عايز اطول على حضراتكم. يعني احنا كان فاضل لنا جزئيه الاوبن بوك، ان شاء الله هنخليها
باذن الله في مره قادمه باذن الله نخليها وقت المره الجايه في الغالب اللي بعدها اللي جايه هتكون برضه مضغوطه شويه. يبقى احنا اتكلمنا النهارده حضراتكم عن الاونلاين اسسمنت، بدانا بالديفينيشن بتاعها، اتكلمنا على البرينسيبل بتاعه الاونلاين اسسمنت، واتفقنا ان ما بين الاونلاين اسسمنت والفيس تو فيس حاجات مشتركه لا نستطيع ان نتغاضى عنها وخاصه فيما يخص الكواليتي. بس قلنا ان في 3 بيلر للاونلاين اسسمنت اللي هم الاوتكمز، وقلنا الاوتكمز بالنسبه لهم هتكون مختلفه شويه، معتمده على موديفايد برومز تاكسونومي، اتكلمنا على وجود روبريك، اتكلمنا عن الفيدباك، وبعد كده دخلنا على الاستراتيجيز. قلنا عندنا استراتيجيز كتيره غير الاكزام، غير الريتن، غير الام سي كيو والماتشنج والى اخره. عندنا في الاساينمنت، والاساينمنت دي كلمه عامه يتحط تحت حاجات كتيره، يتحط عندنا ريسيرش، عندنا في البروجكت، عندنا في المالتي ميديا، البوستر برزنتيشن، عندنا في الدسكشن بورد، عندنا في البورتفوليو وخاصه الاي بورتفوليو، السيميوليشن، الفيرجوال لاب والفيرجوال هوسبيتال. كل دي تولز محتاجين ان احنا نعمل نستخدم فرايتي منها، وركزنا على الدسكشن بورد والبورتفوليو كاحد التول اوف الاونلاين اسسمنت. يعني اتمنى ان انا النهارده اكون يعني قدرت اغطي الاوت كومز وتكون يعني الاين زي ما قلنا الكونستراكتيف الاينمنت الاين مع الاكسبكتيشن بتاع حضراتكم. يعني في الختام لو في اي اسئله او استفسار تحت امر حضراتكم، ويعني شكرا جزيلا، زودنا حوالي تقريبا اكتر من 5 دقائق او 5 دقائق عن الوقت، يعني بس فعلا انا حقيقي النهارده كان يوم ثري، استفدت من النقاش مع حضراتكم، يا رب يكون حضراتكم استفدتم ولو جزء يعني بسيط. شكرا جزيلا. السلام عليكم. طب استفدنا جدا في الاسئله تحت امر. تسلم يا دكتور، ربنا يخليك يا رب. اي اسئله تحت امر حضراتكم. اسئله يا جماعه، ايه المالتي ميديا حضرتك بتقول في من ضمن الكلام حضرتك قلت اذا كان في المالتي ميديا يعني يعمل ايه في المالتي ميديا؟ هيعمل فيديو، هيعمل بودكاست الى اخره. يعني طبعا هم دلوقتي ما شاء الله هم بقى اشطر مننا في الموضوع ده، بيعملوا انيميشن، يعني في برامج ما شاء الله. يعني قول لهم بس احنا عايزين فيديو ولا عايزين انيميشن، وسيبيهم بقى واتفرجي حضرتك على اللي هم هيعملوه. يعني طب كان في سؤال يا دكتور محمد، احنا لما بنحط ما بنحط لهم شورت كيس مثلا او زي سيناريو كده، احنا حطينا شورت عن بتاع الدكتور يعني اوبن كان عن بتاع الدكتور مسلم، هل لما بنسال الاسئله بنجيبها بنفس الطريقه اللي هي لازم الفيرب الاول ايدنتيفاي كذا فورموليت كذا، ولا بتبقى انت فريف انك تحط السؤال اللي يفهمه الطالب؟ لا هو بص حضرتك ترى، انت حضرتك في النهايه بتديهم كيس، هو الاهم الكيس، وبعد الكيس دي حطي بقى السؤال. طبعا هو في النهايه يحبذ ان انت سؤال زي كده الام سي كيو، بتحط الستيم او الفينيت في صوره كيس، وبعد كده تدي الليد ان في صوره كويتشن. فطبعا هو كونها ان هي تيجي في صوره كويتشن ده افضل، لان هو الكويتشن زي بيقولوا كده ايفوك الانترست، ويخلي الطالب كده عايز يجاوب، فيعني يحرك يعني افضل ندقق على كلمه ايدنتيفاي فورموليت انتربريت ولا ما تفرقش معاك؟ مش شرط. وان كانت هي دي حضراتكم خليني برضو كده على السريع، بس انا مش عشان نبقى كلنا ماشيين على حاجه واحده. هي دي ميزتها حضرتك، ان هي يعني مثلا زي هي لما كنا في الاوبن اتكلمنا عنه، هلاقي ان في ممكن تكون زي كيورد بقدر استخدمها، يعني سواء في على صوره الاسئله او في صوره فعلا حتى اللي هي الاكشن فيرب اللي بستخدمه. دي بتسهل لي وبتعرفني وتعرف الطلبه ان انا يعني شوف حضراتكم ده اللي هو الاوبن بوك اكزام، في عندي دومينز تانية اللي هي جاذرنج وبروسيسنج وابلاينج غير البرومز، هنتكلم عنها بالتفاصيل. فتلاقي لها فيرب زي الفيرب بتاعت البرومز كده بالظبط، فالفيرب دي لما بستخدمها بتبقى عارفه ان انا عليه. انا كل دول كلهم تقريبا يعني يمكن الجاذرنج بس اللي في الريكورد، انما انا في الغالبيه كلها عليت بيها في كريتيكال ثينكينج واناليسيس، فبالتالي هي وجودها بيؤكد ان احنا خلاص بعيد عن الريكول واللو ليفل اوف كوجنيشن. فهي دي يعني هتبقى شيء كويس ان هي تستخدم، بس يعني ما حدش يقدر يقول لنا ان هي لازم تستخدم زي ما بيقولوا. يعني تمام. اي اسئله او استفسارات؟ اسئله عشان يعني نستودع الدكتور محمد على خير ان شاء الله، ونشوف الاسبوع الجاي باذن الله. فاي حد يحب اي اسئله
هو لو حضرتك بنمتحن عن طريق البورد ديسكشن ده، وحضرتك بتقول كل اسبوع امتحان، يعني ده مناسب للفورماتيف متهيألي. انما لو حاجه سامتيف، ازاي ده انا هقعد كل اسبوع امتحنه في جزئيه؟ هو خلينا نتفق حضرتك ان هو مش شرط ان هو يكون ان كل اسبوع امتحان، هي عباره عن ديسكشن كونتينيوس على مستوى الترم. تصحيحها هيبقى في الاخر الدرجات، حتى زي ما قلنا احنا يمكن في وسط الكلام انا ممكن اقول له انا هقيم لك 3 4 بوست، مش هقيم لك كل اللي انت حطيته، حتى اقول له كمان اختار لي انت افضل 3 4 انجوين حضرتك. بالظبط، اعمال سنه حضرتك. تمام حضرتك. عايزه تستخدميها كفورماتيف مفيش مشكله، بس هي اشكاليه الفورماتيف في الديسكشن بورد ان هيكون اهتمام الطلبه بيها اقل، ودي اشكاليتنا كلنا في الفورماتيف مع اولادنا وبناتنا. ان وانس قلت له فورماتيف معروش درجات هتلاقي الاهتمام بيه اقل، لان هي للاسف الشديد ان الكالتشر اوف فورماتيف لسه يعني لسه في مجتمعاتنا ما وصلتش لينا كاعضاء التدريس وللطلبه كمان، ان هو حته الفورماتيف ده لسه يعني القناعه بيه مش قويه قوي الصراحه يعني، بس احنا بنحاول نغير الكالتشر بقدر المستطاع. تمام، شكرا. طبعا يا دكتور محمد ممكن مثلا احط له فيديو على مثلا ريفلكس معين مثلا واقول له شوف لي الريفلكس ده ايه، او بيطلع من انهي نيرفز والكلام، او انهي نيرفز هي المتحكمه فيها وكده، واسيبه ولا طبعًا. ايه رايك؟ طبعا ده بقى جزء من استخدام المالتي ميديا. طبعا ده هايل يا دكتوره. طبعا ايه ده بالعكس، ده هايل ان انا ابدا احط له صوره او احط له فيديو زي ما اتفضلتي كده، ممتاز جدا. ده طبعا هيقرب له الصوره اكتر، وخاصه يعني في الوقت ده اللي هو ما بيروحش يشوف لا بيشوف لا مشرحه ولا بيروح يشوف حاجات ميكروسكوب ولا الكلام ده، فطبعا ده هايل طبعا. يا ريت. وهنا بقى يطلع الكرياتيفيتي بتاعت حضراتكم بقى، يعني ان احنا نبدا نستخدم حاجات فيها كرياتيفيتي تتناسب مع الظروف الحاليه. طيب احنا عشان ما نعطلش حضرتك متشكرين جدا دكتور محمد، ونشوف حضرتك على الف خير يوم 16 ان شاء الله. وانا متشكره لكل الاودينس على فكره يا فندم كلهم عمداء، ويعني دكتوره نيره العميده، وعندنا مديره وحده الدكتوره هاله الاوللي مدير وحده التعليم الطبي، عندنا الدكتوره هاله سعيد والدكتوره زينب في اللجنه العليا للبرامج التكاملي، فيعني كل اللي حاضرين معانا اوستاندينج الحقيقه. انا عايزه انسى حد يعني الحقيقه، والدكتوره ناجيه والدكتوره اسلام نايب الوحده، يعني الحقيقه كلهم اوستاندينج يعني، يعني وإيمننت، فيعني احنا بنقولها كده بس، انما يعني ما فيش وقت ان احنا نعرف حضرتك ان شاء الله على اخر نعرف عليهم واحد واحد باذن الله. بس والدكتوره مديحه انا مش عايزه انسى حد، بس انا عايزه اقول لك والله ربنا يبارك في حضرتك. لا والله انا ليا الشرف النهارده اكون مع حضراتكم، ويعني حاضرين في اي وقت دكتوره عفاف باذن الله. وانا نفسي والله استفدت في وجودي معاكم بالنقاش. الدكتور مسلم طبعا، الدكتور مسلم يعني رئيس اسم الاطفال ومدير وحده التقييم في يعني او كان يعني مدير وحده التقييم مع الدكتور ناجح الحقيقه. يعني انا مش عايزه انسى حد، كلهم لا والله مش شرط عليهم يعني قمم وقامات والله. ربنا يخليك دكتور عفاف، وريتي ربنا يبارك في حضرتك يعني الجهد الفتره اللي فاتت دي في التنسيق والترتيب، ربنا يكرمك. وسعيد ان انا مع حضراتكم النهارده، وان شاء الله يا رب المرتين اللي جايين يكون فيهم كمان استفاده اكتر واكتر ليا ولحضراتكم طبعا يا رب كده، ولو استفاده بسيطه ليكم باذن الله ان شاء الله. شكرا. شاكرين جدا تعب حضراتكم، شاكرين جدا يا دكتور بصراحه يعني ربنا يخليك. ونرجو من حضراتكم عشان تكتمل الفائده يعني ان كان الريكورد متاح يا ريت يبعت لينا يعني. الريكورد والباور بوينت كله متاح ان شاء الله باذن الله. شاكرين جدا. اول ما يدعيكي هبعته لكم على طول يا دكتور محمد، ربنا يجازي حضرتك كل خير. شاكرين جدا. العفو اياكم، اعملوا بس مونتاج بسيط كده ويكون عندكم باذن الله ان شاء الله. باذن الله يا فندم. شاكرين جدا تعب حضرتك. محمد بشكر على خير باذن الله. ربنا يسلمك. سلامه الف سلامه. مع السلامه. سلام الله يسلم سلام الف سلام. الله يسلم سلام 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 الله